الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم في الحقيقة مليئة بالأخبار العديدة، بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الأهلي وآخر أخباره واستعداداته للمباراة والمواجهة الهامة والحاسمة يوم الأحد بإذن الله تعالى أمام النجم الساحلي. كل الكواليس، كل الاستعدادات هنتابعها مع حضراتكم من خلال حلقات كلام في الميديا، بالتحديد بداية من حلقة اليوم، لأن النهاردة كان أول يوم في تدريبات النادي الأهلي استعدادا لهذه المباراة، بخلاف طبعا بعض الأخبار العالمية والمحلية اللي هنتكلم فيها باستفاضة بإذن الله تعالى. كمان في الجزء الثاني من حلقة اليوم الأستاذ وليد زينهم الناقد الرياضي بروزا اليوسف يكون ضيفنا العزيز في هذه الحلقة، وهنستفيض في الحديث في بعض الأمور الهامة. خلينا في الأول نروح نشوف أهم وأبرز العناوين، يلا بينا. في حضور الكابتن الخطيب الأهلي يبدأ الاستعداد للنجم الساحلي. بادجي يشارك في التدريبات الجماعية للفريق. النجم الساحلي يصل القاهرة الجمعة المقبل. أزارو ينتقل إلى الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة. الأهلي ينسق ترتيبات مباراة الهلال السوداني. والبدري والجنيني يجتمعان لوضع خطة الفراعنة قبل قرعة مونديال أو بعد قرعة مونديال 2022. يعني خلاص دخلنا في الجد، العد التنازلي لمباراة الأهلي والنجم الساحلي ابتدى خلاص بشكل رسمي. النهاردة الفريق بيستأنف تدريباته بعد راحة كانت على مدار 48 ساعة سابقة بعد الانتهاء من المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري العام. إذا بطولة الدوري خلاص صفحة واتقفلت دلوقتي بشكل مؤقت، وكل التركيز منصب حاليا على مبارتي الأهلي مع النجم الساحلي والأهلي مع الهلال السوداني في السودان. خطوة خطوة بإذن الله نبتدي بالنجم الساحلي، هذه المباراة الهامة والمصرية في مشوار النادي الأهلي بكل تأكيد. ليه مصرية؟ لأن أنت طبعا المنافسة قوية جدا في المجموعة دي تحديدا ما بين الأهلي والنجم الساحلي والهلال، فبالتالي حسابات كتير جدا، كل فريق بيرغب في التأهل لربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. بالتحديد الرغبة أكبر بكل تأكيد عند النادي الأهلي وجمهوره في التأهل، مش مجرد التأهل، احنا طبعا طمعانين جدا في البطولة، والفريق في النادي أو الجهاز الفني المسؤولين كلهم بيشتغلوا على هذا الحلم عشان يكون جمهور النادي الأهلي سعيد بعودة هذا اللقب. عندنا المقاومات، عندنا الجهاز الفني المميز، عندنا اللاعبين المميزين جدا اللي إن شاء الله يساعدوا في هذه البطولة، بداية من مباراة النجم الساحلي ومرورا من بعض المباريات والعقبات الهامة جدا، وإن شاء الله يقدر النادي الاهلي يجيب اللقب ده في النهايه لكل جمهوره العظيم في كل مكان. بالتالي عايزين نطمن بقى ايه جمهور النادي الاهلي على استعدادات الفريق لهذه المواجهه الحاسمه، فنبتدي كده على طول ايه باخبار النادي الاهلي بالتحديد النهارده بعد استئناف التدريبات. النهارده كان في يعني مستر فايلر عنده جلسه كده مع معاونيه عشان يحددوا البرنامج الخاص بالفتره اللي جايه، بالتحديد في اطار الاستعداد لهذه المباراه الهامه امام النجم الساحلي. ترتيبات كلها تتعلق بخصوص الجوانب البدنيه، الجوانب الفنيه والخططيه اللي هيتم التركيز عليها خلال الفتره اللي جايه، خلال الايام الحاليه سواء النهارده وبكره وبعده ويوم السبت ان شاء الله تعالى قبل مباراه يوم الاحد، وده امر بيبقى غايه في الاهميه، وان شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في هذه المرحله الحاسمه في مشوار النادي الاهلي الافريقي. لكن في نفس الوقت لازم ناكد على ان احنا كلنا ثقه في مستر فايلر جهازه المعاون ولاعبي النادي الاهلي، وطبعا هم قادرين جدا ان هم يحققوا طموح النادي الاهلي وجمهوره. طبعا كمان خلينا اقول لحضراتكم في محاضره نظريه مستر فايلر للاعبي الاهلي قبل المران، الكلام ده كان قبل المران على طول اللي انطلق النهارده بالتحديد في تمام الساعه 12 ظهرا، وكانت محاضره من قبل المستر فايلر بيتكلم فيها مع اللاعبين على اهميه المباراه طبعا اللي خلاص يعني كلنا عارفين مدى اهميتها، وبالتحديد لاعبي النادي الاهلي، وكمان تطرق لبعض الامور الفنيه اللي هيتم تطبيقها والتدريب عليها خلال الايام القليله المقبله. بالتالي بعد فتره راحه 48 ساعه ففي برنامج بدني خاص للاعبي النادي الاهلي بعد انتهاء من هذه الراحه من خلال مستر توماس بينكل مخطط احمال الفريق، واللي وضع برنامج بدني خاص للاعبين عشان يتم تاهيلهم واستعدادهم من الجانب البدني للتدريبات على مدار غدا وبعد غد وحتى موعد المباراة بإذن الله تعالى. وكمان بخصوص التخلص من الإجهاد
بالنسبه للاعبين على مدار الفتره اللي فاتت. طبعا ال 48 ساعه دول ساهموا بشكل او باخر طبعا في تخلص جزء كبير جدا من اللاعبين من الاجهاد اللي بيعانوا منه بسبب ضغط المباريات. وطبعا جت مباراه ام بي دي اللي كانت هتبقى يوم 22، كانت المفروض تبقى النهارده يعني، وتم تاجيلها. ده كان امر مميز جدا، فساعد الجهاز الفني واللاعبين على التقاط الانفاس، وده كان امر غايه في الاهميه. بالتالي النهارده فقرات المران كانت عباره عن مران بدني قوي للاعبي النادي الاهلي عشان يدخلوا سريعا بخصوص المباراه القادمه من الجانب البدني والجاهزيه البدنيه، ومن خلال طبعا التدريبات المتبقيه حتى موعد المباراه. مع نهايه المران كده كان في تقسيمه، وتقسيمه كانت مهمه جدا، ودايما مع نهايه كل مره بيبقى في تقسيمه. لكن في الحقيقه يعني مستر فايلر من المدربين اللي بيركزوا في الفقره دي بالتحديد، بيشوف مين يقدر يطبق الفكر الخاص بيه، مين يقدر يكون عنده المرونه اللي هو بيطلبها في بعض المراكز. حتى تصريحاته دايما كلها في هذا الاتجاه، ان هو بيحب دايما اللاعب اللي يقدر يلعب في كذا مركز. فمن هنا جاي اهميه التقسيمه. دايما في كل الانديه او في معظم الانديه او معظم المدربين يعني بيبقى بالنسبه لهم فقره التقسيمه دي عشان يعني اللعيبه تبقى تاخد على شكل المباريات، على الامور الخاصه يعني بالمباريات وكده. لكن التركيز بيبقى اكبر في الحقيقه مستر رينيه فايلر بخصوص هذه الفقره تحديدا. وكان في منافسه قويه النهارده في التقسيمه بشكل كبير جدا، والكل بيسعى للتواجد في التشكيل الاساسي للمباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي باذن الله تعالى. ايضا كان في تدريبات بالكره لرباعي حراس المرمى في النادي الاهلي، سواء شريف اكرامي، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، وعلي لطفي، كانوا موجودين النهارده في التدريبات وادوا تدريبات بشكل طبيعي. وبالمناسبه عايز اطمن للناس كلها على محمد الشناوي. محمد الشناوي كان عنده كدمه كده بسيطه يعني، كان خلاص هو النهارده شارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا، تدريبات حراس المرمى، فهو اكيد لائق وجاهز جدا بشكل تام لمباراه النجم. اليو باتجي نجم النادي الاهلي الجديد والصفقه الجديده في صفوف الفريق، النهارده لاول مره بيشترك في المران الجماعي مع النادي الاهلي بعد فتره او بعد 4 أو 5 أيام كان من خلالهم تدريبات تاهيليه عشان يكون لائق للمشاركه في التدريبات الجماعيه. كان اول يوم النهارده يشارك اليو باتجي، واصبح جاهز بنسبه 100% لخوض مباراه النجم الساحلي طبقا للرؤيه الفنيه لمستر فايلر. هل هيشارك من البدايه؟ هل هيكون على دكه البدلاء؟ ده امر متروك للمدير الفني، لكن هو خلاص تم قيده كمان بشكل رسمي سواء محليا وافريقيا علشان يكون متاح للجهاز الفني في الاتحاد الافريقي ومباراه النجم الساحلي القادمه باذن الله. ده فيما يتعلق باليو باتجي، وده طبعا بعد ما حركوا عرفته خلاص ويعني رحيل وليد ازارو، وهنتكلم عن الجزئيه دي تحديدا. خليني كمان اتكلم على بعض الامور اللي حدثت خلال مران اليوم. يعني مثلا احمد الشيخ جاله كدمه كده في التقسيمه في وجه القدم، خرج اتعالج وبعد كده رجع شارك في التدريبات واستكمل التقسيمه بشكل طبيعي جدا، والامر كان بسيط بالنسبه لاحمد الشيخ. واحنا بنتمنى بكل تاكيد جاهزيه اكبر كم ممكن من اللاعبين خلال الفتره دي تحديدا، عشان هي فتره حاسمه طبعا في مشوار النادي الاهلي الافريقي. رمضان صبحي بيؤدي جلسه في الجيم، واحنا عارفين رمضان يعني خلينا نقول لحضراتكم انه بنسبه 100% حصل التئام للعضله الخلفيه، المزق اللي كان عند رمضان صبحي خلاص التئم بنسبه 100% يعني. لكن يعني ادخاله في التدريبات بشكل تدريجي ده امر هيكون غايه في الاهميه، وده اللي بيحصل حاليا عشان التجنب عوده الاصابه مره اخرى، وعشان يكون لائق بنسبه 100% للمباريات. هو خلاص كده بعيد عن مباراه النجم الساحلي بشكل رسمي، ده امر مفروغ منه. فيما بعد مباراه النجم الساحلي هيبان الامر بشكل كبير، لكن تبقى كبيره لرمضان في اللحاق بمباراه الهلال السوداني اللي هتكون يوم 1 فبراير باذن الله تعالى مع بدايه الشهر المقبل. ده فيما يتعلق برمضان صبحي. النهارده كمان سعد سمير كان موجود في النادي الاهلي في التتش، وعنده جلسة علاج طبيعي كده قدر ان هو ينفذها، وطبعا ده ضمن البرنامج العلاجي الخاص به بعد اصابته بقطع في وتر اكيلس، وبيواصل جلساته العلاجية والتأهيلية بالنسبة لسعد السمير. طيب النجم الساحلي اشقائنا في تونس هيوصلوا باذن الله تعالى يوم الجمعة اللي جاية استعدادا لهذه المباراة. النادي الاهلي طبعا بيجهز مندوب من عنده عشان يستقبل بعثة النجم الساحلي. وبالمناسبة خلينا نقول لحضراتكم ان دايما العلاقات ما بين الاهلي والنجم الساحلي ومختلف الاندية التونسية بتبقى على اعلى مستوى، بتبقى علاقات مميزة جدا، وده بيبان لما النجم الساحلي بيستقبل الاهلي في تونس او الاهلي بيستقبل النجم الساحلي او اي نادي اخر من الدولة الشقيقة جدا تونس في مصر. فده امر جيد في الحقيقة.
فهم هيوصلوا ان شاء الله يوم الجمعه عشان يستعدوا من خلال هيبقى عندهم تدريب يوم الجمعه وتدريب يوم السبت ويلعبوا المباراه معانا ان شاء الله يوم الاحد ويخسروا ويروحوا باذن الله تعالى يوم الاثنين سالمين لتونس. خلينا نقول كمان ان الاهلي بس مش بيفكر في المباراه اللي جايه من الجانب الاداري، او المباراه اللي جايه طبعا كل التفكير من الجانب الفني يعني منصب ليها، هي بيتم التنسيق لمباراه الهلال والسفر وميعاد السفر وكل هذه الامور من خلال التواصل مع السفير المصري حسام عيسى سفير مصر لدى السودان واتحاد الكرة السوداني، عشان بخصوص طبعا استقبال بعثة النادي الأهلي وموعد الوصول بالتحديد وملاعب التدريبات والتنقلات ومقر الإقامة. الأهلي دايما بيجهز نفسه بشكل مبكر بخصوص كل هذه الجزئيات اللي قد يراها البعض جزئيات يعني مش وقتها وكان من ده، لا لازم 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 ان انت تبقى جاهز من جميع الجوانب قبل اي مباراه خصوصا المباريات اللي بتبقى خارج ارضك. طيب اخر جزئيه عايز اتكلم فيها بخصوص النادي الاهلي النهارده هو فيما يتعلق بوليد ازارو، خلاص تم الانتهاء من اجراءات اعاره وليد ازارو الاتفاق السعودي، واحنا عارفين على مدار الفتره اللي فاتت كان في مفاوضات سواء بين وليد ازارو وبعض الانديه اللي كانت بترغب في التعاقد مع اللاعب، لكن اللي عايز اكد عليه لحضراتكم ان النادي الاهلي كان حريص جدا جدا ان وليد ازارو يخرج اعاره مش بيع. ليه؟ لان النادي الاهلي جهاز فني مسؤولين الناس كلها مقتنعه بقدرات وليد ازارو، ولكن ايضا مقتنعين ان الفتره دي مش فتره وليد ازارو او غير موفق حاليا، فكان الافضل دايما سواء لوليد او للنادي ان وليد يخرج الست شهور دول يحاول باذن الله يستعيد ثقته في نفسه اولا ويستعيد قدراته التهديفيه المعهود عن خلال منذ انضمامه للنادي الاهلي تحديدا، يعني علشان ان شاء الله يرجع للنادي الاهلي في قمه مستواه ويقدر النادي الاهلي يستفاد منه بالشكل الانسب. ده فيما يتعلق بوليد ازارو، طبعا نتمنى له كل التوفيق كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله يهدف هناك ويبقى مؤثر مع فريق الاتفاق السعودي، والامور انتهت بشكل رسمي خلاص وتم رفع اسم وليد ازارو من قائمه النادي الاهلي وتم قيد اليو باجي بشكل رسمي في قائمه النادي الاهلي. نتمنى التوفيق لوليد هناك في السعوديه ونتمنى كل التوفيق طبعا لنجمنا الجديد اليو باجي خلال الفتره الجايه مع النادي الاهلي، لان في امال كبيره جدا منعقده على هذا اللاعب وزملائه بالطبع في مختلف المباريات والتحديات الهامه بالنسبه للفريق خلال الفتره الجايه. انا عايز اقرب من الصوره بشكل اكبر ونطمن بالشكل المطلوب من زميلنا العزيز كريم احمد مراسل القناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. عليك يا زميل امير، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا كريم، النهارده كان استئناف النادي الاهلي تدريباته واستعدادا لمباراه النجم الساحلي، طمنا يا كريم كل الكواليس اللي عندك والاخبار الجديده بخصوص مران اليوم. بالتاكيد امير طبعا يعني مش هزود على طبعا الاستفاضه اللي انت استفدت فيها في الاخبار بالنسبه طبعا لتدريب اليوم، لكن هبدا معاك النهارده كالعاده بحضور الكابتن محمود الخطيب والرساله الدائمه في المسانده والدعم الكبير لفريق النادي الاهلي قبل كل مباراه، وهي مباراه اللعيبه محتاجه يكون في تواجد كبير بقيمه الكابتن محمود الخطيب، سواء اتكلم امير او ما اتكلمش بتكون رساله مهمه جدا ان اللاعبين النهارده حضر جزء من تدريب فريق النادي الاهلي وعلى هامش المران كمان، يعني هخرج شويه على المران كده امير طبعا. على طول على الصاله المغطاه اجتمع لاعبي الكره الطائره، اجتمع بيهم حياهم شد على اذنهم طبعا واكد على اهميه الفتره اللي جايه، يعني عايز اقول لك ان الكابتن محمود الخطيب بيقوم بدور الفتره اللي فاتت والايام الماضيه تحديدا لكل عناصر اللعب كره القدم الالعاب الجماعيه الالعاب الفرديه، ودي رساله مهمه جدا لكل الناشئ اللي طالع وكل اللعيبه المتواجده ان اللي جاي هو الاصعب، فلا بد يكون في تركيز كبير كبير من خلال المرحله القادمه. ارجع معاك امير النهارده للتدريب، يعني النهارده فقرات متنوعه بالكره تدريبات بدنيه طبعا كالعاده، لكن انا عايز اكد على نقطه مهمه جدا النهارده يمكن تابعنا بشكل يعني كبير جدا اليو باتشي الصفقه اللي ده اللي كنت عايز اسالك فيه يا كريم في الحقيقه، يعني مستواه عامل ايه؟ نطمن الجمهور بحاجتين كويسين جدا شفناهم النهارده وان شاء الله هتبان، وكل محللنا طبعا اللي بيحللوا المباريات هيشوفوا باذن الله اليو باتشي عنده الفينش حاجه رائعه جدا يا امير، والتصويب اللمسه واحده والترنات والتحركات النهارده كان ظاهر بشكل مميز ورائع جدا، كان اول تدريب ليه في التدريب الجماعي، يمكن هو اتعمل له طبعا برنامج تاهيل من مستر رينيه فايلر تدريبات شوتنج على الجون كروسات هيدرز، عنده يعني بيتركز كويس جدا في البوكس بخارج البوكس، عنده الشوتنج مميز الهيدرز، النهارده شفنا اكتر من كوره ليه من الواضح مع الفتره اللي جايه ومع التاقلم مع اللعيبه، لان لسه انت عارف يا امير يعني خلاص هو بقاله 24 ساعه بس مع اللعيبه بالنسبه للتدريب الجماعي، لكن مع الدخول بشكل اكتر في اجواء النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي والهدف الوحيد اللي هو الفوز وشخصيه البطل، اكيد هنشوف ان شاء الله مجهود كبير وهنشوف مستوى كبير من اليو باتشي الصفقه الجديده للنادي الاهلي، بجانب طبعا باتشي الكل جاهز الكل مركز بشكل كبير، الحماس والجديه امير اللي بنتكلم عليها النهارده اثرت على احمد الشيخ في كره مشتركه تكاد مقويه في
القدم، لكن ده امر مشروع طبعا. الكل عايز يثبت نفسه، الكل عايز يكون متواجد سواء في التشكيله الاساسيه او على دكه البدلاء، لان مباراه النجم الساحلي لها اهميه كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ومجلس الاداره. ولو بنتكلم على الجمهور مستنيين الجمهور امير يعني ان شاء الله بالتشجيع المثالي وبالكثافه 10,000 ان شاء الله يكونوا اكثر من 100,000 باذن الله. الصوت والتشجيع يكون بيهز الاستاد اللي احنا مستنيينه، تشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه، لان النادي الاهلي فنيا بيشتغل بشكل كبير في المستطيل الاخضر، اداريا بيتم التنسيق في كل الامور، السفر كل الامور الخاصه بالاداره الكابتن سعد عبد الحفيظ ومجلس الاداره. يبقى الدور ان شاء الله على جمهور النادي الاهلي المنتظرين، وباذن الله يكون دعم وسند حقيقي لفريق النادي الاهلي في المباراه الهامه والمرتقبه، مباراه النجم الساحلي. الامور الحمد لله امير ماشيه بشكل مطمئن، بنتمناها كده ان شاء الله حتى يوم المباراه ما يبقاش في اي اصابات، ما يبقاش في اي امور تعكر صف كل جمهور النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي. وبيستأنف كمان النادي الاهلي تدريباته صباحا، يعني مستر بايلر بيحاول ان هو يكون في بعض التغييرات، تدريب يكون صباحي مسائي على حسب طبعا الرؤيه الفنيه ليه، لكن غدا ان شاء الله هيكون في تدريب 11 صباحا على ملعب مختار التتش. كل التمنيات للاعبتنا ان شاء الله يكونوا في الميعاد ويكونوا على قدر المسؤوليه كالعاده امير ان شاء الله باذن الله. عايز اكلمك يا كريم بالتحديد على الكابتن محمود الخطيب، انت قلت لي ان هو حضر طبعا تدريبات اليوم، لكن هل كان في اي اجتماعات مثلا ما بينه وبين الجهاز الفني، ما بينه وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ بالتاكيد يا امير طبعا، يعني وجوده النهارده اجتمع بكابتن سيد مستر فايلر، انا مش هنقدر نقول اجتماع على قد ما هو حث على الفتره اللي قادمه وتحفيز للفتره اللي قادمه، بيحاول بشكل مستمر لو في اي امور عند الجهاز الفني بيحاول يحلها كابتن محمود، لكن الحمد لله الامور ماشيه بشكل مطمئن جدا، الامور متوفره زي ما اكدنا وقلنا امير. مجلس الاداره بيوفر مناخ طيب جدا جدا لكل منظومه كره القدم وبالتحديد فريق النادي الاهلي، فالامور الحمد لله ماشيه بشكل مطمئن. لكن كان من الواضح ومن الاشارات اللي احنا بنشوفها طبعا من على بعد ان في يعني تهنئه طبعا لمستر فايلر على الاداء وعلى الاداء المميز الفتره الماضيه، ومطالبته كمان الفتره القادمه بإسعاد كل جمهور النادي الاهلي. هي دي يمكن نقدر نقول ابرز النقاش اللي كان بين الكابتن سيد والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ومستر فايلر، بوجود ايضا كمان الدكتور عمرو محب المترجم الخاص لمستر فايلر، في تحفيز وفي رسائل مهمه جدا ان شاء الله توصل لكل لاعبتنا وتوصل لكل جمهور النادي الاهلي وتوصل ايضا كمان للجهاز الفني. وان شاء الله يا امير تكون فرحه كبيره يوم المباراه يوم 26 مباراه الاهلي والنجم الساحلي وسط جمهور النادي الاهلي اللي عندي ثقه كبيره جدا امير، واكيد عندنا كلنا ثقه كبيره ان هو يكون في الميعاد في مباراه النجم الساحلي. الشناوي والسوليه بيشاركوا في التدريبات بشكل جماعي، لان في بعض الاخبار كده بتقول ان الشناوي بيعاني من كدمه، السوليه برضه بيعاني من كدمه اخرى في المباراه الاخيره، هل هم شاركوا في فقرات التمرين كلها كريم ولا الامور ايه؟ الكل شارك امير النهارده في تقسيمه، يعني نقدر نقول ثلاث فرق مصغره، يعني ثلثين ملعب الكل شارك، شيف اكرامي بيشارك بكل قوه، الشناوي متواجد. هي كانت كدمه طبعا في المباراه الاخيره بالنسبه للشناوي، لكن انت عارف امير محتاجه تضحيات كبيره جدا من كل اللعيبه، لان مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه. الكدمه مش هتاثر والالم مش هياثر، وده اللي باين في كل لعيبتنا، يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يحافظ عليهم لغايه يوم المباراه ومفيش اي اصابات قويه ان شاء الله، يعني تبقى عامله ازعاج للجهاز الفني. عندنا نقدر نقول 30 لاعب كلهم نجوم ان شاء الله، اللي يكون متواجد باذن الله هيكون على قدر المسؤوليه ان شاء الله باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الوافيه في الحقيقه والكم الهائل من هذه الاخبار الهامه اللي تتعلق بفريقنا استعدادا للمواجهه المقبله امام النجم الساحلي. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي بنشكره شكرا جزيلا، وطمنا بشكل كبير جدا على استعدادات النادي الاهلي وبدايه هذه الاستعدادات من اليوم حتى موعد المباراه باذن الله تعالى، واحنا كلنا منتظرين هذه المباراه، كلنا مترقبين وكلنا بندعي ان شاء الله ان النادي الاهلي يكون موفق ويقدر يحصد 3 نقاط تسهل من الامور شويه قبل مباراه الهلال، اكيد هتكون صعبه في حاله فوز الهلال على بلاتينيوم او حتى التعادل مع بلاتينيوم هناك في زيمبابوي، لكن مركزين مع فريقنا، مركزين وواثقين معاهم بشكل كبير جدا، واثقين فيهم بشكل كبير جدا ان هم ان شاء الله باذن الله يتاهلوا للادوار المقبله، لان مش دايما هدف النادي الاهلي بس التاهل، احنا عارفين هدف النادي الاهلي هو البطوله، لكن ظروف المجموعه يعني هي اللي خلتنا مشدودين شويه خلال الفتره الحاليه، لكن ان شاء الله الامور تبقى ماشيه بالشكل الانسب. طيب قبل ما اطلع احنا اتكلمنا عن النادي الاهلي خلاص، قبل ما اطلع فاصل خلينا نتكلم على قرعه تصفيات كاس العالم واللي كانت امبارح في القاهره واللي اسفرت عن مجموعه منتخب مصر تحديدا، وهي المجموعه السادسه انجولا ليبيا الجابون مصر. يعني البعض بيتكلم على ان المجموعه صعبه والبعض الاخر بيقول لك المجموعه سهله، في تباين في الاراء شويه، لكن يا جماعه لسه بدري شويه على الكلام بخصوص مستوى منتخب مصر. لو المباريات هتتلعب على طول لو كان في الميعاد اللي هو كان في الاول كده في شهر 3 ماتشين في تصفيات كاس العالم نقلق، لكن بدايه التصفيات هتبقى في شهر 10 لسه، فانت مش عارف مستوى المنتخب في التوقيت ده هيبقى عامل ازاي. صعوبه او صوره المجموعه هيترتب على مستوى المنتخب في هذا التوقيت، لو منتخب الامم ماشي بشكل جيد وقدر ان هو يتخطى بعض العقبات بالتحديد في شهر مارس اللي بقى فيه تصفيات الامم الافريقيه بعد ما تعادلنا مع كينيا وجزر القمر،
لو عدينا مباراتي توجو بشكل جيد فنقدر نطمن نسبيا، رغم ان هيكون لسه برضو في فتره، لكن هتبقى بدايه لعوده منتخب مصر بالصوره المطلوبه بالشكل الانسب قبل المرحله المقبله. طبعا كلنا بنحلم نتاهل لكاس العالم 2022 المره الثانيه على التوالي، مش عايزين نقعد فترات كبيره جدا، لكن برضو ده هيترتب على اختيارات الجهاز الفني وانسجام الاعضاء الجهاز الفني وابتعاد المشاكل عنهم، لان ده امر هيكون مهم قوي، وان شاء الله يكونوا موفقين خلال الفتره الجايه. خليني سريعا اقول لحضراتكم المجاميع كلها، يعني المجموعه الاولى بتضم الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر وجيبوتي، المجموعه الثانيه كل من تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائيه، المجموعه الثالثه نيجيريا، كاب فيردي، وافريقيا الوسطى وليبيريا، المجموعه الرابعه كل من الكاميرون، كوت ديفوار، موزمبيق، ملاوي، المجموعه الخامسه مالي، أوغندا، كينيا، رواندا، المجموعة السادسة مصر، الجابون، ليبيا، أنجولا. هي مجموعة متوازنة في الحقيقة يعني. المجموعة السابعة غانا، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وإثيوبيا. المجموعة الثامنة كل من السنغال، الكونغو، ناميبيا، وتوجو. والمجموعة التاسعة كل من المغرب، غينيا، وغينيا بيساو، والسودان. والمجموعة الأخيرة المجموعة العاشرة كل من الكونغو الديمقراطية، بنين، مدغشقر، وتنزانيا. نتمنى كل التوفيق. حضراتكم طبعا عارفين نظام التصفيات، تقدر تتأهل بإذن الله كأول مجموعة فقط، يعني كل فريق بيحتل المركز الأول في العشر مجاميع يتأهل، ويبقى فيه تصفيات من خلال قرعة خمس مباريات ذهاب وإياب، اللي يكسب فيهم نوك أوت على طول خروج المغلوب بيصعد الفائز لكأس العالم بإذن الله تعالى، والتصفيات دي على مدار السنة الحالية وسنة 2022. طيب انتوا جايبين الصورة دي عشان نعلق عليها، أوكي. طبعا الكلام كان كتير جدا بخصوص احمد فتحي وكهربا والمشادة اللي حصلت في الملعب، والناس حاولت بقى ايه تمسك الموضوع ده، ولما صدقوا مثلا ان كهربا في اي حاجه حصلت يعني لعيب جديد وبتاع، فالناس عامله عليها يعني في سبوت على اللاعب يعني، لكن الصوره دي هي اللي بترد، احنا مش هنعلق بقى، هي الصوره هي بترد على كل الكلام اللي اتقال خلال الفتره الجايه بخصوص علاقه احمد فتحي وكهربا، علاقه جيده جدا، تنشنه ملعب بتحصل وحصلت كذا مره مع اكتر من لاعب، لكن هي خدت حجم اكبر من حجم شويه عشان نجم كبير طبعا زي احمد فتحي وقيمه كبيره، وعشان كهربا ولاعب منضم حديث النادي الاهلي، البعض بيحاول يختلق ازمات بالنسبه للفريق، لكن الامور ماشيه بشكل مستقر والصوره احسن من اي تعليق في الحقيقه. خلينا نروح لفاصل الاول، بعد الفاصل نرجع نقصر، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، نشوف ايه اللي اتكتب عن النادي الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. الاهرام، الاهلي يرفع درجه الاستعداد لمواجهه النجم الساحلي في دوري الابطال، صبحي خارج قائمه المباراه وحسم قيد بادجي والاتفاق يغري ازار. الاخبار، طوارئ في الاهلي بسبب النجم، فايلر يعتمد خطه هجوميه او خطه المواجهه الصعبه، ورمضان خارج الحسابات واستقبال بطل تونس بالورود. مجله الاهلي، الانتصار اول انتصار، جاهزون للنجم وان شاء الله هنكسب باذن الله. المساء، ازارو خارج الاهلي سته شهور، مهاجم الاهلي اعار الاتفاق السعودي وبادي يشارك مع الفريق امام النجم الساحلي. 500,000 جنيه غرامه جديده على صلاح جمعه وتجهيز رمضان صبحي لمباريات فبراير. الوطن، رئيس الاهلي يجتمع بفايلر لحل ازمه ازارو وزياده عقوبه صلاح جمعه خمسه اضعاف، محاولات لزياده الجماهير امام النجم الساحلي. النادي يفضل عرض الصفاقسي عن الوصل للرحيل جيرالدو، والفريق يعود للتدريبات استعدادا للنجم. طيب كلام كتير عن النادي الاهلي في الصحف النهارده، خلينا نبتدي بجريده الاهرام واللي بتتكلم عن النادي الاهلي وتقول ايه النهارده. بتقول ان الاهلي يرفع درجه الاستعداد لمواجهه النجم الساحلي في دوري الابطال، وطبعا استعدادات قويه ابتدت النهارده زي ما اتكلمنا فيها بشكل كبير مع بدايه الحلقه، وان شاء الله تستمر بالشكل المطلوب خلال الفتره اللي جايه عشان نشوف النادي الاهلي بقوه خلال هذه المباراة، ومن ثم استكمال البطولة يعني بشكل جيد بإذن الله تعالى. صبحي خارج القائمة، ده أمر خلاص تم حسمه، مش موجود في هذه المباراة، اللي هو رمضان صبحي. قيد بادجي بيتم قيده أو إجراءات بتنتهي خلال هذه اللحظات وأنا بكلم مع حضراتكم، والاتفاق يغري أزارو، يعني دي طبعا قديمة، خلاص موضوع أزارو خلص وانتقل للاتفاق السعودي، نتمنى له كل التوفيق ويعود للنادي الأهلي أقوى بإذن الله تعالى. تعالوا نروح للأخبار. بتقول إيه؟
طوارئ في الاهلي بسبب النجم. فايلر يعتمد خطه المواجهه الصعبه ورمضان خارج الحسابات واستقبال بطل تونس بالورود. يعني موضوع الاستقبال بالورود ده دايما في ظل العلاقات الممتازه في الحقيقه ما بين الفرقتين، وسمه من سمات النادي الاهلي طبعا حسن الضيافه لاي ضيف بيكون موجود او هيواجه النادي الاهلي في الموعد ده. دايما المنافسات بتبقى جوه المستطيل الاخضر فقط. يعني طارئ في الاهلي بسبب النجم، يعني اللي هو الاستعداد الطبيعي ان شاء الله لهذه المباراه، والاستعداد قوي باذن الله. يعني خلينا نروح لمجله الاهرام. طبعا الفتره الجايه كلها هتبقى كلام على مجله الاهلي، عفوا الفتره الجايه كلها هتبقى كلام على المباراه بكل تاكيد. وهو فعلا ما فيش غير حل واحد، ما فيش حل تاني، الانتصار او الانتصار او الانتظار. يعني انت لازم تفوز او تستنى بقى ظروفك في الماتش اللي بعده وكلام من ده. ان شاء الله مش هنلجا لموضوع الانتظار ده خالص، هو تنتصر وتكسب كمان مباراه الهلال وتصعد باذن الله كاول مجموعه، هيبقى امر ممتاز. يعني جاهزين للنجم وان شاء الله هنكسب باذن الله تعالى، وواثقين كل الثقه في الفريق واللاعبين. المسا وبتتكلم على ان ازارو خارج الاهلي 6 شهور، مهاجم الاهلي عرض اتفاق وده اللي اتكلمنا فيه خلاص والموضوع اتحسن، وبدجي يشارك مع الفريق امام النجم الساحلي. النهارده كانت اول مشاركه للاعب السنغالي الجديد اليو بدجي. نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره الجايه باذن الله تعالى. 500,000 جنيه غرامه جديده على صلاح. مش عايز اتكلم بقى في موضوع صلاح تاني، اتكلمنا فيه كتير خلاص. وتجهيز رمضان صبحي لمباراه فبراير، وده اللي بيحصل، وان شاء الله مع بدايه الشهر يكون جاهز بنسبه 100%. طيب اخر خبر هنعلق عليه من الوطن، واللي بيتكلموا على ان رئيس الاهلي اجتمع بفايلر لحل ازمه ازارو. الموضوع خلص، وزياده عقوبه صالح جمعه 5 أضعاف برضو. خلاص بقى الموضوع ده برضو انتهى، وموضوع صالح جمعه هيبقى من خلال ايه؟ اما اللاعب هيخرج اعاره، اما هيتم بيعه، ده قرار النادي. يعني هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الساعات القليله المقبله. محاولات لزياده الجماهير امام النجم الساحلي، وده الاهم بالنسبه لي. نتمنى طبعا، يعني هو لحد دلوقتي 10,000 مشجع هو اللي هيكون موجودين في هذه الموقعه، لكن نتمنى ان كل عدد اكبر من كده في مباراه الاهلي والنجم الساحلي، لان دور جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى دور مؤثر في مثل هذه المباريات وفي كل المباريات بشكل عام. يعني النادي الاهلي يفضل عرض الصفاقسي عن الوصل رحيل جيرالدو. جيرالدو خلاص مكمل مع النادي الاهلي على اقل تقدير لنهايه الموسم. الراجل موجود ومش هيتم بيعه او اعارته اطلاقا في هذه الفتره، بالتحديد في شهر يناير، وهيكون موجود مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه بشكل طبيعي. والفريق خلاص عاد كمان للتدريبات النهارده. طيب اخبار الاهلي في المواقع ايه؟ نشوف يلا. 1-3 الأهلي يبدأ إجراءات قيد بادجي. صدى البلد رسميا جيرالدو مستمر في الأهلي. اليوم السابع مارسيلو الأهلي يدخل حسابات إنبي بعد تعثر مفاوضات الإسماعيلي. في الجول جلسة بين صالح جمعة عبد الحفيظ لحسم مصيره مع الأهلي. الوطن سبورت تقارير تونسية، مهاجم النجم الساحلي قد يحرس مرمى الفريق أمام الأهلي. طيب خلينا نتكلم في اخبار الاهلي في المواقع النهارده. 1-3 بتتكلم عن الاهلي خلاص ابتدى اجراءات تاكيد بادجي، وخلاص الموضوع اعتبروه خلص. يعني بادجي موجود مع النادي الاهلي في المباراه اللي جايه باذن الله تعالى. وكريم كمان زميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي كريم احمد طمنا بشكل كبير جدا على حياه اللاعب الفنيه والبدنيه من خلال متابعته للتدريبات النهارده، فان شاء الله خير باذن الله. صدى البلد ورسميا جيرالدو مكمل مع النادي الاهلي ومستمر، وده خلاص بعد خروج وليد ازارو وتم قيد مكانه اليو بادجي. فانت مش محتاج ان انت تمشي جيرالدو، بالعكس انت محتاج لكل لاعب موجود في القائمه الافريقيه. يعني طبعا كل ده بيبقى طبقا للرؤيه الفنيه للمدير الفني بكل تاكيد، لكن المؤكد دلوقتي ان جيرالدو خلاص مكمل لاخر الموسم مع النادي الاهلي. نتمنى له طبعا التالق خلال الفتره اللي جايه، ونفسنا نشوف مستوى جيرالدو اللي احنا يعني كنا متخيلينه، وان شاء الله الامور تبقى جيده بالنسبه لجيرالدو خلال الفتره الجايه، يبقى مؤثر مع الفريق. اليوم السابع والكلام على حسين السيد. وحسين السيد احد اللاعبين اللي هيتم اعارتهم طبقا للي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ مؤخرا، واكيد في اكتر من عرض لحسين، لان حسين في الحقيقه لعيب مميز جدا جدا. هو حظه بس دلوقتي ان موجود علي معلول في المكان ده، موجود محمود وحيد، وهو طبعا لا يقل عنهم حسين السيد من حيث الامكانيات والمستوى يعني، لكن هم اللي بيلعبوا الفتره دي، او علي معلول بالتحديد كمان هو اللي بيلعب، وكمان في ايمن اشرف ممكن بيلعب في المركز ده ولعب اخر مباراه في المركز ده. فالافضل برده لحسين خلال الفتره اللي جايه طبقا اللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو هيخرج اعاره. انبي بقى الاسماعيلي كلام من ده، يعني يقال في الخبر ده ان المفاوضات مع الاسماعيلي تعثرت بالنسبه لحسين السيد، ممكن يخرج بره مصر مثلا في احدى دول الخليج، ده هيبان ايضا خلال الفتره الجايه، ممكن يكون بيقرب من انبي. نتمنى في كل الاحوال ان حسين السيد يكون موفق في الفتره اللي جايه.
في الجول، والكلام على ان في جلسه ما بين صلاح جمعه وكابتن سيد عبد الحفيظ لحسم مصيره مع الاهلي. الجلسه دي هتبقى خلال ساعات، وهيتم الاتفاق هل صلاح هيخرج اعاره ولا هيتم بيعه نهائيا. ده من يعني ده اللي هيتم الاستقرار عليه خلال الجلسه. مش عايزين نقول ايه الاقرب، هننتظر لغايه لما يعلن النادي الاهلي بشكل رسمي. طيب الوطن سبورت، تقارير تونسيه بتقول ان مهاجم النجم الساحلي قد يحرس مرمى الفريق امام الاهلي. طبعا احنا عارفين ان النجم الساحلي بيعاني في المركز ده، مركز حراسه المرمى، في حارس مصاب اللي هو وليد كردان، وفي حارس مطرود اللي هو مكرم البديري اللي طرد في مباراه الهلال السوداني مع اخر لحظات هذه المباراه. مش متبقي غير اشرف كارير، ده اللي هيلعب هذه المباراه، بالمناسبه ده اللي لعب مباراه الذهاب امام النادي الاهلي هناك في تونس، فهو الوحيد اللي هيكون موجود. لكن تحسبا لاصابه هذا اللاعب فبيتم تجهيز ايهاب المساكني، واللي لعب اخر كام ثانيه كده في مباراه الهلال السوداني كحارس مرمى للنجم الساحلي بعد طرد مكرم البديري، فبيجهزوا يعني تحسبا لكل الظروف بالنسبه لفريق النجم الساحلي. ان شاء الله ما نكونوش موفقين اطلاقا في هذه المباراه، وكل التوفيق يكون حليف النادي باذن الله تعالى. انا هروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل نرجع نواصل اهم الاخبار المحليه والعالميه. استنوا. نشوف اخبار المحليه والعالميه، يلا بينا. سوبر كورة، اتحاد الكرة يضطر لتأجيل نهاية الدوري لأول يوليو المقبل. الفجر الرياضي، تدريب مكثف للحكام على تقنية الفار. البوابة سبورت، البدري يجتمع بالجنايني لوضع خطة الفراعنة بعد قرعة مونديال 2022. اليوم السابع، منتخب الشباب يسافر السعودية 16 فبراير للمشاركة في كأس العرب. الجمهورية أونلاين، كولوبالي يطلب المشاركة في مباراة الأهلي والنجم الساحلي يرفض بسبب الجماهير. كورة، مصدر بي إم بي، نرفض التفريط في محمد شريف. بوابة الأهرام، مجلس إدارة المقاصة يوجه الشكر إلى أحمد حسام ميدو. بوابة أخبار اليوم، رئيس اتحاد ألماني فوتبول، كرة رمسيس تعيد اكتشاف حضارات الفراعنة للعالم. موقع الكابتن، أسطورة تشيلسي لامبارد يحتاج للاعبين من طراز عالمي مثل صلاح ودي بروين. يلا كورة، لامبارد يبحث عن مهاجم جديد لتشيلسي بعد إصابة أبراهام. موقع بطولات، رسميا بايرن ميونخ يعلن ضم مدافع ريال مدريد حتى نهاية الموسم. نبتدي بسوبر كوره، وكلام على الاتحاد المصري لكره القدم، وان في اتجاه لتاجيل موعد نهايه بطوله الدوري لشهر 7 بعد ما كان المفروض ان هو ينتهي مع منتصف شهر يونيو شهر 6. فبالتالي الموضوع اتاجل ليه؟ علشان التاجيلات طبعا وارتباطات الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والاتحاد او الاسماعيلي اللي هيكسب فيهم وهيتاهل في الادوار المقبله في البطوله العربيه، فبالتالي هيبقى في مؤجلات في بطوله الدوري، فبالتالي هيتم تاخير شويه موعد انتهاء البطوله او انتهاء الموسم يعني. ف يعني كان المفروض هيبقى في شهر ونص راحه للاعبين او كل الانديه عقب انتهاء الدوري لو كان هيخلص في نص 6، فبالتالي هيبقى شهر بس لان هيخلص مع اول 7، فشهر بس هيبقى فاصل ما بين الموسم الحالي والموسم الجديد. مش مشكله. نروح الفجر الرياضي، وتدريب مكثف للحكام على تقنية الفار، ويعني في برنامج زمني موضوع في الحقيقة بالنسبة للتدريب على هذه التقنية من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، علشان في محاولة لتطبيق هذه التقنية بداية من الشهر المقبل أو بداية من الدور الثاني تحديدا. يعني هل هينجحوا في تدريب الحكام بالشكل السريع ده ولا لا، خصوصا ان في دول يعني خدوا عدد كبير جدا من الاشهر عشان يقدروا حكامهم يكونوا جاهزين للتعامل مع هذه التقنيه، زي انجلترا مثلا قعدوا 18 شهر بيتمرنوا يعني. لكن هنشوف، يمكن احنا اجمد يعني ونلحق نطبق التقنيه دي في الدور الثاني. تصريحات المسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم بتاكد ان احنا هنطبق التقنيه دي في الدور الثاني، وامر هيبقى مهم جدا في الحقيقه. نروح للبوابه سبورت،
والبدري اجتمع بالجنايني لوضع خطة الفراعنة بعد قرعة مونديال 2022. أنا بس بتمنى خلال الفترة الجاية يا جماعة يبقى في مساندة للجهاز الفني منتخب مصر، كابتن حسام بدري ومعاونيه في بعض الهجوم، وساعات الهجوم بيبقى منطقي بصراحة لأن التصرفات الجهاز الفني، تصريحات الكابتن حسام البدري، تصريحات من يساعد الكابتن حسام البدري مثلا المنسق الاعلامي، امبارح تابعنا تصريحاته كانت عامله ازاي او حاول يعمل ايه في الجانب الاعلامي بالتحديد، واحنا ضد الكلام ده في الحقيقه، لكن في كل الاحوال لازم يبقى في تركيز ودعم كامل للجهاز الفني لمنتخب مصر. العيوب ماشي نحاول نظهرها بس يتم التعامل معها بقى، يعني الجهاز الفني منتخب مصر يتم التعامل مع هذه العيوب عشان يتدارك موقفه بشكل او باخر، لان في الحقيقه موقف صعب بالنسبه للكابتن حسام بدري وجهازه المعاون. هل في خلافات؟ بصراحه في خلافات، دي حقيقه والناس كلها عارفه الكلام ده، خلافات ما بين كابتن حسام بدري وبعض، يقول مثلا احد اعضاء الجهاز الفني هو اكيد الكابتن طارق مصطفى يعني، وطبقا للمعلومات اللي عندنا، لكن في كل الاحوال نتمنى الكابتن حسام بدري يتدارك هذه الخلافات، يعدي الامور علشان صالح المنتخب الوطني، وبالتالي المسانده هتكون مهمه عشان صالح المنتخب الوطني ايضا من قبل الاعلام المصري والجماهير المصريه بشكل عام، لان احنا كلنا هدفنا في النهايه ان المنتخب ده ينجح، سواء بقى الكابتن حسام بدري موجود او غير الكابتن حسام بدري موجود، انت بتحب الكابتن حسام بدري او ما بتحبوش، المهم في الاخر المنتخب ينجح، والمهم ان الكابتن حسام بدري نفسه يقلل في تصريحاته ويتواصل كده مع مساعديه بشكل جيد، يبقوا عندهم اتفاق على ايه اللي يتقال ايه اللي ما يتقالش كلام من ده، عشان يحاول ما يدخلش في ازمات تكون تاثر عليه بشكل او باخر او على المنتخب خلال الفتره الجايه بشكل سيء، لان احنا الفتره اللي فاتت في الحقيقه المنتخب كان وحش جدا، تعادل مع كينيا ده كارثي في مصر، تعادل مع جزر القمر طبعا فريق او منتخب صغير جدا تتعادل معاه، دي حاجه صعبه جدا برده، مش منتخب مصر اللي يتعادل مع منتخبين طبعا مع كل احترام ليهم زي دول يعني. ففي كل الاحوال نتمنى ان الكابتن حسام بدري يقدر ان هو يعالج اي ازمات بتواجهه، اي امور بتواجهه خلال الفتره الجايه. وفي الحقيقه احنا لما نستعيد بعض اللاعبين مثلا، سواء محمد صلاح اللي من فتره فاتت ما كانش بيشارك مع المنتخب بسبب الاصابه، استعيد واحد زي حمدي فتحي مثلا اللي اثبت جدارته مع المنتخب واتصاب في الحقيقه وان شاء الله يرجع قريب، تدعم ببعض العناصر من المنتخب الاولمبي اللي تالق خلال الفتره اللي فاتت، عندك مصطفى محمد، عندك طبعا رمضان صبحي اكيد، عندك محمد محمود كمان لو رجع من الاصابه هيبقى حاجه مهمه جدا سواء المنتخب ده او ده، عندك عدد كبير جدا من اللاعبين في المنتخب الاولمبي اللي تقدر تدعم بيهم المنتخب الاول. البعض متشائم بشان المنتخب الاول، لكن التشاؤم ده جاي من ايه؟ جاي من الفتره اللي فاتت اللي كانت بتفتقد لهذا الكم من اللاعبين المميزين، فبالتالي هو مش منطقي ان انت برضه تظهر بالاداء ده، لكن هم اثروا بشكل او باخر على اداء المنتخب يعني. عندنا قوام جيد من اللاعبين حتى لو قوام لسه ما تحددش، لكن في كل الاحوال عندك زي ما بيقولوا كده قماشه جيده في الدوري المصري، عندك عدد من اللاعبين محترفين في الخارج تقدر تعتمد عليهم ويقدروا يأهلوك باذن الله سواء لبطوله الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون او لكاس العالم 2022 بقطر باذن الله تعالى، واثقين فيهم ان شاء الله. ده فيما يتعلق بالخبر، وخصوصا ان طبعا خلال الفتره الجايه بقى هيتم وضع برنامج يقدر من خلاله المنتخب يستعد للتصفيات اللي هتبتدي في شهر 10، تصفيات كاس العالم، هل هيبقى في معسكرات مباريات وديه؟ هو اول معسكر المنتخب هيكون في شهر مارس، هيتخللوا طبعا مباريتين رسميتين مع توجو في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون ان شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق. تعالوا نروح للجمهوريه اونلاين، والخبر ده مهم شويه بالنسبه لي بصراحه، يعني يقول لك ايه؟ كولوبالي يطلب المشاركه في مباراه الاهلي والنجم الساحلي، بيرفض علشان الجمهور، يعني هو بيقولوا ان في احتقان بقى وجمهور الاهلي مش هيسيب كولوبالي وهيبقى فيه هتافات وكلام من ده، كولوبالي ما بيعرفش عربي اساسا، دي حاجه. تاني حاجه لو ممكن من خلال صفافير او كلام من ده طبعا تاثر عليه بشكل او باخر، مش فارق خالص مع جمهور الاهلي خالص، كولوبالي يلعب ولا ما يلعبش، ده لاعب هارب من نادي الاهلي، والاهلي ما تاثرش اطلاقا بغيابه او رحيله او هروبه عن الفريق، هو مشي زي ما حضراتكم عارفين بطريقه يمكن غير جيده اطلاقا يعني في 2017. وبالمناسبه يعني هو لما مشي فين كلوبالي؟ كلوبالي موجود برده في افريقيا، موجود مع النجم الساحلي، طبعا فريق كبير وكل حاجه، لكن مش بيلعب في المستويات العاليه جدا يعني. فبالتالي موجود كولوبالي او مش موجود الكلام ده ما يفرقش مع جمهور النادي الاهلي، جمهور الاهلي مركز بس في هذه المباراه، مركز بس في كيفيه تخطي عقبه النجم الساحلي، طبعا هو عقبه حتى لو الفتره اللي فاتت بيمر بظروف مش جيده سواء من الجانب الاداري الجانب الفني
بعض الاصابات بعض الغيابات الكلام من ده، لكن في كل الاحوال هو اسمه النجم الساحلي، فريق كبير جدا في افريقيا، لكن ايضا بيلاعب اكبر فريق في افريقيا هو النادي الاهلي، والتركيز كله منصب سواء من الجمهور من مسؤولين جهاز فني لاعبين في هذه المباراه على كيفيه تخطي النجم الساحلي والفوز بثلاث نقاط اخرى قبل مباراه الهلال السوداني. اهلا بكلوبالي طبعا موجود، لكن ان شاء الله يروح زعلان خسران مع النجم الساحلي. نروح لكوره والكلام على لاعب اخر من النادي الاهلي معار لامبيو بيتالق في الحقيقه. خليني اقول لحضراتكم ان في اقتناع تام تام من الجهاز الفني بقياده مستر فايلر بقدرات محمد شريف ومتابعينه ومبسوطين منه جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت. هو لعب 13 مباراه مع امبي، قدر ان هو يحرز 8 اهداف وهو ثاني هداف الدوري بعد عبد الله السعيد اللي وصل ل 12 هدف دلوقتي. فبالتالي محمد شريف طبعا في متابعه ليه، لكن مش هيرجع النادي الاهلي في الشتاء، وامبي طبعا متمسكين بيه والاهلي بيحترم تعاقداته يعني، وكده كده الموضوع هيبقى صعب عوده محمد شريف دلوقتي يعني. حتى لو رجع هيبقى صعب ايضا ان انت يعني تشركه في افريقيا لان انت عندك في المكان اللي قدام ده عدد كبير يعني. لكن في كل الاحوال ما فيش يعني تفكير لعوده محمد شريف دلوقتي، لكن انبي متمسكين بيه لان في بعض العروض جت لمحمد شريف من خارج مصر، فهو مكمل مع انبي حتى نهايه الموسم وبعد كده يرجع النادي الاهلي، وبالمناسبه هيكون موجود مع النادي الاهلي السنه الجايه بشكل طبيعي لو استمر طبعا على مستواه بالشكل ده، لان الجهاز الفني مبسوط منه زي ما قلت لحضراتكم. نروح لبوابه الاهرام والاقالات مستمره في الدوري المصري. كابتن طارق يحيى مشي من طلائع الجيش، وايضا الكابتن احمد حسام ميشو احمد حسام ميدو رحل عن المقصه وتم توجيه الشكر ليه خلال بعد مباراه الامس بعد ما خسر من بيراميدز بنتيجه 3-1. وفي الحقيقه يعني المباراه كانت حلوه والمقصه عملوا مباراه جيده وضيعوا ضربه جزاء، لكن في كل الاحوال ميدو خلال الفتره اللي فاتت يعني دايما الناس بتعجب باحمد حسام ميدو كمحلل، لكن كمدير فني لسه ما فيش اي اوراق اعتماد من قبل المدير الفني كمدير فني كبير، لكن هو طبعا قيمه كابتن احمد حسام ميدو دي حقيقه يعني. وهنشوف هيتم التعاقد مع مين من قبل اداره مصر المقاصه خلال الفتره اللي جايه. طيب خلينا نروح لمداخله مهمه جدا مع الكابتن رفيق المحمدي المدير الفني السابق لفريق النجم الساحلي والحالي لنادي شبيبه القيروان التونسي. يا كابتن رفيق اهلا بيك. السلام عليكم امير وجميع مستمعي الاهلي فريق الاهلي والرياضيين في مصر. اهلا بكم منور قناه الاهلي. طبعا احنا عايزين نتكلم مع حضرتك بخصوص مباراه الاهلي والنجم الساحلي وكيف ترى هذه المباراه خصوصا انت المدرب السابق لهذا الفريق. والله شوف كمباراه باش تكون مباراه بين زوز عمالقه في كره القدم الافريقيه والعربيه، النجم الساحلي والاهلي المصري. شفنا نسخه اولى او شوط اول في رادس اللي والحق يقال معناتها الاهلي المصري كان واخد بهموم الامور في كامل ارضيات المقابل. في الهدف الوحيد اللي جاء في الهدف في الشوط الثاني كان هدف مستحق معناتها جميل، لكن السيطره كانت سيطره الميدان كانت للاهلي. ان شاء الله المقابله هذه نشوفوا فيها كره قدم معناتها محترمه اللي تليق بسمعه الفريقين. فريق النجم الساحلي صحيح يمر بصعوبات معناتها اداريه وصعوبات سابقا معناتها الامور الاداريه تحسنت والحمد لله في النجم الساحلي، لكن صعوبات في النتائج اللي معناتها ماهيش في تطلعات الجمهور ولا احد لاعبي النجم الساحلي، لكن ما فماش احكام مسبقه كيف تبدا مقابله من نوع هذا في حجم الاهلي ولا طيب شكل المنافسه شايفه ازاي في المجموعه دي خصوصا في ظل المنافسه الشرسه والقويه ما بين الاهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني؟ توقعاتك ايه ورؤيتك ايه لما تبقى من مباريات في هذه المجموعه؟ والله شوف على الورق بعد ما انتصر النجم الساحلي في مقابلتين متتاليه كان يوم وقبله الاهلي المصري، شاف الجميع كانوا يتصوروا النجم الساحلي باش يكون في مهمه سهله نوعا ما ضد الهلال السوداني في رابط، حصل العكس. لكن تعويضا لما اللي خسروا النجم الساحلي في رابط جاب انتصار اللي معناتها ثمين من ام زمان. اليوم نشوفوا النجم الساحلي معناتها باسبقيه نجم نقولوا من النجم يكون معناتها من المجموعه هذه يترشح مع الاهلي المصري، هذه توقعاتي.
ما فماش ما نتصورش باش تصير المفاجأة في الفريقين اللي باش يمروا للدور. تتوقع الأهلي والنجم الساحلي يتأهلوا يعني، لكن الأول لسه مع على مدار المباراتين المتبقيين لكل فريق على حسب. تفضل. طيب سامحني؟ تمام. انا عايز اسال حضرتك برضو على اهم العناصر مثلا اللي من وجهه نظر حضرتك الفنيه شايفها في الاهلي او في النجم الساحلي اللي ممكن ترجح كفه احدى الفريقين في هذه المباراه. والله استقرار في الاداء واستقرار في المجموعه اللي يستعمل فيها الاهلي المصري هي اللي باش تعمل الفارق، وهي اللي باش تكون حاسمه امام تغيير ولا تغييرات تشكيل النجم الساحلي من مقابله لاخرى. عدم استقرار في النتيجه، لكن الفرديات في الفريقين ينجموا يعملوا مفاجاه في كل في كل في كل وقت. المجموعتين النجم الساحلي ومجموعه الاهلي المصري على جميع جميع الاصعده هم الفريقين اللي مرشحين اكثر باش يكونوا معناتها ذو القيمه المتوفره وقيمه الفريقين. ما نتصورش الهلال السوداني ينجم يقف قدام الاهلي المصري والنجم الساحلي اللي عندهم لاعبين عمالقه واسمهم ما يسمح لهمش باش يكونوا خارج اطار التاهل، وماهوش مسموح لهم باش يكونوا ضيوف شرف والا عابرين سبيل في المسابقه هذه. هذا اللي نتصوره يعني. هزائم النجم الساحلي الاخيره في بطوله الدوري التونسي هل ممكن تاثر عليه في مباراه الاهلي المصري المقبله؟ والله شوف باش نقول لك حاجه، النتائج في البطوله في الدوري التونسي ما كانتش معناتها ما كانتش محترمه، لكن شو نقولوا احنا الحاجه اللي تطمن ولا اللي حاجه اللي تخلي المونتال تاع معناتها ذهنيا اللاعبين يكونوا معناتها حاضرين هي تاهلهم بصفه نسبه كبيره للدور المقبل من تشامبيونز ليج. جميع الفنيين يجزموا كونه بالنسبه للبطوله امرها حسم. ما زلت دوري ابطال افريقيا هي اللي فيها الامل، وهذا اللي باش يخلي النجم الساحلي ما ياثرش عليه مستوى البطوله في مقابله الاهلي والا في الترشح للدور الثاني. تقييمك لجاريدو مع النجم حتى الان؟ سامحني؟ تقييمك لاخوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم حتى الان في مسيرته مع الفريق؟ والله مسيره ماهيش معناتها ناجحه ابدا معناتها بالمره. في البطوله عده هزائم، عده شو نقولوها عدم استقرار، لكن في الشامبيونز ليج بخلاف الهزيمه اللي تكبدها الفريق في رادس الهلال السوداني شافع في نتائجه اللي عملها في الشامبيونز ليج. طيب عايز اتكلم على البطوله بشكل عام وشكل المنافسه فيها، ابرز الفرق اللي بترشحهم للفوز باللقب ده؟ اذا نتمنى النجم الرياضي الساحلي الاهلي المصري والترجي التونسي يكونوا هذا ما نشوف انا يكونوا موجودين الثلاثه في الادوار المتقدمه من الشامبيونز ليج. هذا اللي برشحهم انا كفني للتربع على الكاسريه اللي يفوز بالبطوله. طيب اخيرا عايز اخد توقعات حضرتك لنتيجه مباراه الاهلي والنجم الساحلي. احنا طبعا نتمنى الاهلي يفوز واكيد حضرتك تتمنى النجم الساحلي. توقعاتك للمباراه، توقعاتك للنتيجه. سامعني؟ الو سامعني؟ كابتن رفيق معايا؟ سامعني؟ الخط قطع. ماشي، كنا عايزين ناخد توقعاته للنتيجه والمدير طبعا الفني السابق اللي كان قبل اخوان كارلوس جاريدو على طول في قياده فريق النجم الساحلي وقادهم مؤخرا قبل تولي المدير الفني الاسباني، وكنا بنتكلم معاه عن هذه المباراه ومدى اهميتها بالنسبه للفريقين، وهي اكيد مواجهه صعبه جدا لان هم فريقين كبار جدا جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا او كبار افريقيا بشكل عام. فبكل الاحوال نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه يتخطى النجم الساحلي، ونتمنى التاهل سويا ما بين الاهلي والنجم الساحلي يكون هم ثنائي او طرفي التاهل من هذه المجموعه. نتمنى طبعا الاهلي هو اللي يكون متصدر المجموعه دي. في كل الاحوال هنترقب وننتظر مباراه النجم الساحلي يوم الاحد ان شاء الله، واثقين كل الثقه في فريق النادي الاهلي. نكمل اخبارنا ونروح لموقع الكابتن واللي بيتكلم او في بعض الاخبار يعني العالميه اللي معانا.
واللي بيتكلم على ان بات نيفن اسطوره تشيلسي قال ان لامبرد يحتاج لاعبين من طراز عالمي مثل صلاح ودي بروين. والكلام ده بعد مباراه الامس. في الحقيقه امبارح كان في مباراه ارسنال وتشيلسي، مباراه كانت قويه جدا. خليني بالمناسبه اقول لحضراتكم نتائج مباراه الدوري الانجليزي بالامس. يعني امبارح كان في استون فيلا واتفورد 2-1 لاستون فيلا، هدف جه في الثواني الاخيره من هذه المباراه لاستون فيلا بعد كانوا متاخرين هدف للا شيء. ايفرتون تعادل مع نيوكاسل في مباراه غريبه جدا، ايفرتون فضل كسبان لاخر المباراه لاخر في لغايه الدقيقه الرابعه من الوقت بدل الضايع من الشوط الثاني كسبان 2-0 وقت بدل ضايع 5 دقائق. متخيلين حضراتكم نيوكاسل قدروا ان هم يجيبوا هدفين ورا بعض مباشره يتعادلوا 2-2، حاجه طبعا تجنن جمهور ايفرتون. فالمباراه انتهت 2-2. كريستال بالاس خسر من ساوثهامبتون على ملعبه 2-0. شيفيلد يونايتد خسر مانشستر سيتي 1-0 بهدف اوجويرو، اسيست من دي بروين اللي وصل 15 اسيست حتى الان في بطوله الدوري الانجليزي، وثالث موسم على التوالي يجيب 15 اسيست او اكتر كمان بالنسبه لدي بروين، لاعب كبير جدا طبعا. بورموس كسب برايتون 3-1 وتشيلسي تعادل مع ارسنال 2-2. فبخصوص مباراه الارسنال وتشيلسي معنا هذا الخبر واللي بيتكلم على ان اسطوره تشيلسي بات نيفن بيتكلم على ان تشيلسي محتاجين لاعبين بحجم صلاح ودي بروين، لان فريق تشيلسي بيفتقد لنجوم يقدروا ان هم يستمروا في مستوى جيد على مدار الموسم كله، فبالتالي ده اللي بيخلي الاداء متذبذب والنتائج متذبذبه بالنسبه لفريق تشيلسي. وهو بينصح لامبرد طبعا مدير فني تشيلسي ان هو يتعاقد مع اسمين كبار خلال فتره الانتقالات الحاليه. هنشوف ايه اللي هيحصل. لسه موجودين مع تشيلسي من خلال يلا كوره، والكلام على ان لامبرد بيبحث عن مهاجم جديد لتشيلسي بعد اصابه ابراهام. الخبر اللي بعده، وابراهام امبارح اتصاب بعد ما ساهم في الهدف الثاني لتشيلسي قبل ما برلين يجيب الهدف التعادل في الاخر برضو بعديها بدقيقتين او حاجه، فخبط في لوحه الاعلانات كده، ويعني عنده كدمه قويه في رجله، لكن واضح ممكن تكون الاصابه تطول شويه. لكن في كل الاحوال حتى لو ما كانش مصاب ابراهام واحد اهداف الدوري الانجليزي 13 هدف تقريبا حتى الان، حتى لو ما كانش مصاب او ما اتصابش هيبقى بيحاولوا ان هم يجيبوا مهاجم اخر يساعد ابراهام، لان جيرو مش مقتنع بيه اطلاقا لامبرد وهيرحل في الغالب من تشيلسي. فالاتجاه كله نحو اديسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان اللي بيرغب ايضا في الرحيل عن باريس سان جيرمان، واللي عنده عرضين سواء من تشيلسي او اتلتيكو مدريد. هنشوف هيروح فين وهنشوف تشيلسي هتعمل ايه في خط الهجوم. اخر خبر معايا من بطولات، رسميا بايرن ميونخ يعلن ضم مدافع ريال مدريد حتى نهايه الموسم اللي هو اودريازولا، وده الظهير الايمن لريال مدريد واللي انضم في 2018 من ريال سوسيداد ب 30 مليون يورو، ولاعب مميز جدا في الحقيقه، لكن الفتره الاخيره ما بيلعبش مع ريال مدريد بسبب كارفاغال طبعا اللي بيحتل هذا المركز بشكل دائم. فخرج 6 شهور غير قابله للشراء، يعني هو 6 شهور وهيرجع على طول من بايرن ميونخ لريال مدريد. دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هينضم لي الاستاذ وليد يازنهم الناقد الرياضي الكبير ونستفيد معاه في حديث بعض الامور. استنونا. الاستاذ وليد يازنهم الناقد الرياضي بروز يوسف ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. اتاخرت ليه؟ طريق. طريق ايه بس يا عم؟ جاي متاخر قوي. الطريق والله بيحكمنا. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ منورنا. نورك. عندنا كلام كتير جدا كالعاده، هنتكلم عن النادي الاهلي في البدايه والمواجهه المرتقبه باذن الله تعالى امام النجم الساحلي. بتشوف المواجهه دي ازاي وكيف يستعد النادي الاهلي لهذه المباراه؟ هي صعبه بس احنا عايزين نشوف النجم الاول قبل ما نشوف الاهلي. بمعنى ايه؟ بمعنى انا اشوف النجم بيستعد ازاي وعايز ايه من الماتش وظروفه ايه؟ وبعد كده نشوف الاهلي. انت شايف النجم بيستعد ازاي؟ النجم اول حاجه قبل ما نتكلم في الفنيات، النجم داخل بالحسابات، هو بيشوف المباراه دي مستحيل. اولا مستحيل ان النجم هيجي هنا عايز يكسب، النجم جاي هنا عايز يتعادل. النجم جاي لك هنا وفي كل الاعتبارات عنده ان انا عايز اطلع بنقطه التعادل او نقطه الصعود. هو شايف ان دي نقطه الصعود. النجم جاي لك مش عايز يخسر تحت اي حال من الاحوال. طيب بناء على كده اعتقد ان مستر جريدو وفكر مستر جريدو مش هيجازف ومش هيهاجم الاهلي ومش هيلعب جيم مفتوح. ده هو حتى لو عايز يكسب مش هيلعب جيم مفتوح، لانه هو اكيد 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 درس، اتفرج على 12 ماتش عندهم في الدوري وشاف كل المنافسين. انت عندك 12 مباراه، يعني حوالي 3 4 مباريات في مدربين اتجرأوا ولعبوك مباريات مفتوحه، النتيجه بتيجي عكسيه على طول. المدرب اللي بيلعبك جيم مفتوح بيخسر 3 4 5. المدرب اللي بيحافظ قدامك ويلعب زون ديفنس بيخسر 1 أو 2. ففي كل الاحوال مع فايلر ما تهاجموش، هتهاجمه انت بتلعب بالنار. اعتقد ان جريدو شاف الكلام ده. جريدو لحد دلوقتي هو متصدر المجموعه، وعايز اقول متصدرها بهديه كبيره جدا اداها له الحكم في ماتش الذهاب،
لان من غير الهديه دي طبعا طبعا النجم مش في حالته. خلينا نتكلم بقى، تعالى نخش فنيات النجم تعالى نشوفه كده. النجم في شهر يناير عمل ايه في الدوري التونسي؟ للمفارقه عشان الارقام تبقى سهله، تعال حط الاهلي 12 مباراه في الدوري في مصر، النجم برضو 12 مباراه في الدوري في تونس. طب الاهلي من ال 12 بتوعه عامل ايه؟ الاهلي من ال 12 بتوعه 36 نقطه بالزبط. النجم جايب ايه؟ 18 نقطه. يعني انت بتتكلم تقريبا في نص عدد النقط. النجم في شهر يناير خسران من الترجي ومتعادل مع الافريقي. النجم ما كسبش في الدوري. النجم في الدوري مسجل لي 14 هدف وداخل مرمى 10 اهداف. ده يبقى مقياس للمباراه؟ طبعا مقياس. انا هقول لك ليه. دوريات شمال افريقيا بيحاول يفرق ما بين المنافسات المحليه والافريقيه. لا، ما هو احنا هنا محلي، انا بقارن النجم في دوري بلده والاهلي في دوري بلده. انا لسه ما دخلش على افريقيا. انا بقارن هنا وهنا لسبب الدوري التونسي قريب قوي من الدوري المصري، من الدوري المغربي. دوريات شمال افريقيا من ناحيه الطابع، من ناحيه الاداء، من ناحيه المنافسه شبه متقاربه. في 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 خصوصيه لبعض الدوريات عن بعض. في دوري ممكن تلاقي فيه 3 4 دوري تاني زي مصر فيه بس هم اهلي زمالك. لكن في النهايه حتى اسلوب اللعب بيبقى متقارب ومتشابه بحكم يعني حاجات كتير وامور كتير. فلما اقارن الدوري التونسي واشوف النجم وضعيته فيه ايه، واقارن الدوري المصري واشوف وضعيه الاهلي ايه، لا في دلالات كتير اقدر اتكلم منها. وبعد كده هاجي لك في دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا كان زمان الاهلي النهارده ومتصدر مجموعته، وما زلت مصمم على ده وبعيد وباكد عليه لولا الهديه الغاليه جدا اللي خدها النجم في ماتش الذهاب. الحكم مديها 10 من اقصك لعيب، بيقول النجم اكسب، ومع ذلك النجم ما راحش عليك الا 3 محاولات جاب منهم كوره. صح النجم، فما بالك لو انت كامل، انت كنت الافضل، انت خارج استحواذ اعلى وفرص اكتر. لو انت كامل كنت في أسوأ الظروف هتخرج متعادل. كان زمان الموقف ايه؟ كان زمان الموقف انت 8 بونت والنجم هتشيل منه بونتين 7 بونت، كان زمانك انت الاول. حاجه تانية برضو عشان الناس بتقعد تقارن بين المجموعات في افريقيا ويجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك الاهلي وحش الزمالك كويس في مجموعته. يا جماعه الاهلي والزمالك الاثنين جايبين 7 بونت، الاثنين جايبين نفس عدد النقط. الفرق الوحيد ايه؟ الفرق الوحيد في المجموعات. مجموعه الزمالك ما فيهاش الا فريق واحد قوي هو مازيمبي. صح. مجموعه الاهلي فيها اثنين اقوياء مع الاهلي وما زالوا بينافسوا في فرق. فعشان كده انا عندي مجموعه الاهلي مش هتحسم الا في الجوله الاخيره. في الجوله الاخيره مجموعه الزمالك تقريبا شبه حسم. الا لو الهلال خسر من بلاد. الا لو ما انت برضه بتتكلم دي صعبه قوي وانت محتاج في نفس الوقت كمان الاهلي يوم كسبان النجم والنجم يروح، لان النجم في افضليه ذهاب واياب ان هو. انت كده بتتكلم على المركز الاول بقى. لا ما انا عايز المركز الاول. لا 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 ماشي، احنا بنتكلم بس بدايه. لا 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 معلش، لا معلش، ده انت الاهلي. اوكي انا مش مختلف معاك، انا مش بقول ان انا بكلمك، انا بكلمك على فكره، انا ده كله لا، انا كلام ده كله بتطلع اول. حسابيا كتاهل بدايه وبعد كده نتكلم. حسابيا كتاهل هتاخد 4 بونت، 4 بونت هيأهلوه. ايوه انا قصدي لا، انا بكلمك السته ومش صعبه. تمام طبعا صعبه اكيد على الاهلي، مش صعبه. انت النجم هنا، هقول لك النجم هنا دلوقتي فنيا انت تلعبه ازاي. وانا ما اعتقدش انت غايب على فايلر يعني، بس هنتكلم فيها وهقول لك نقط ضعفه ايه وهقول لك هنكسبه ازاي وهقول لك كمان متوقع كام لنتيجه الماتش. ماتش الهلال في ارضه، طب ما انت الهلال خسر من النجم. صح. مش صعب يعني الاهلي ان هو يروح يكسب هناك. اكيد طبعا مش ومع صعب. مدرب زي فايلر، وكمان عشان برضه ما نظلمش الراجل، انت بتتكلم على فايلر لاعب 12 ماتش في الدوري ولاعب 5 6 في افريقيا اجمالا، حوالي تقريبا 19 ماتش او 18 ماتش 20 الراجل خسر مباراه واحده وتعادل مباراه واحده وكسب الباقي كله. صح. فمنين ان انت بتيجي اصل في نغمه طلعت اخر اسبوعين دول بالذات بعد بلاتينيوم. بلاتينيوم. لا فايلر يا جماعه ده مدرب بتاع دوري بس محلي. فايلر ده يا جماعه انت بتقيس لي فايلر بناء عليه. انت بتقيس لي فايلر، اي مدرب في العالم بتقيسه بناء على حاجتين، ارقام وفنيات. صح. تعال نتكلم في الاثنين. الارقام معلش بحطها على جنب، ده يعني اللي يتكلم على فايلر من ناحيه ارقام ده انت تقول له اسكت وما تتكلمش معاه. بالمناسبه اللقطات اللي قدامنا دي دلوقتي، ده مران الاهلي اليوم، دي كانت تدريبات الاهلي النهارده استعدادا واولى استعداداته لمباراه النجم الساحلي باذن الله تعالى. نتمنى لهم كل التوفيق. اتفضل يا وليد. لا الاهلي جاهز وان شاء الله انت هتكسب ان شاء الله. فبكلمك لما يجي يتكلم على ارقام فايلر، يعني هتقول ايه ارقام ايه الفايلر؟ هتقول ايه؟ هتقول الراجل بحال العلامه الكامله؟ هتقول الراجل عامل 10 ماتشات كلين شيت في الدوري مفيش حد عاملها؟ لا ارقام محدش يختلف على بعض. انا بقول لك تعالى بقى نتكلم فنيات. لكن دايما البعض بيحاول يقارن ما بين الاهلي في الدوري وفي افريقيا. هقول لك الفرق ايه. الناس بتيجي تتكلم بقى على فايلر في افريقيا. طب فايلر في افريقيا الناس حسستني كان الاهلي خرج او كده. يا جماعه انا بقول دلوقتي وخدها هي عليا، الاهلي صاعد و ان شاء الله بنسبه كبيره متصدر مجموعته. يا بنسبه كبيره متصدر مجموعته ان شاء الله. تعالى بقى نتكلم افريقيا ايه اللي حصل فيها. انت في ماتش خسرته فنيات، انا هحاسبك يا فايلر فنيات يوم النجم كنت افضل، راكب المباراة. انت كنت افضل طبعا. تعالى بقى ماتش بلاتينيوم اللي الناس ماسكه فيه. ماتش بلاتينيوم ده يا جماعه تعالى خلي لي فريق كده مع الفرق طبعا، بس خلي لي فريق زي ليفربول ويورجن كلوب اعظم مدرب دلوقتي طبعًا في العالم طبعا، واقوى فريق فنيا وبدنيا في العالم. خليه يلعب من غير صلاح وماني ماتش
ممكن يكسب، بس في النهايه الاداء هيبقى عامل ازاي؟ مش هتأثر. زي ما انت متعود. مش زي الاثنين دول موجودين طبعا. انت غايب منك في مين؟ في بلاتينيو، رمضان اللي مصاب بقاله فتره، والشحات، ووليد كمان قبل الماتش، ووليد كمان قبل الماتش. ما انا بقول لك تعالى بقى غيب لي صلاح وماني من من من, من كلوب وقول له يا كلوب بيلعب بنفس الكفاءه. مستحيل. طبعاً صعب. مستحيل. وارد يكسب. وارد يكسب، وارد يقدم مباراه حلوه، بس بنفس الليفل وصلاح وماني موجودين مستحيل. انت نفس الكلام عندك، انت غايب رمضان وغايب الشحات اللي هم افضل جناحين في الاهلي وفي الدوري، دول غايبين منك. طب انت منتظر من الراجل يعمل ايه؟ وكمان جات لك صدمه وليد كمان، ووليد كمان ايه فايق، وقفشه كمان اتعور بين الشوطين. طيب عد ده كله، ده كويس ان انت خرجت بنقطه تعادل. انا بقول لك كويس لسبب انت ظروف كبيره صعبه هي اللي ادت ان الراجل يخسر مباراه يتعادل مباراه. الاهلي كان يقدر يكسب هناك. الاهلي كان يقدر يكسب هناك. كان يقدر يكسب هناك. بس احنا هنا بنتكلم فنيات. فنيات الراجل ايه الخطا اللي عمله؟ ما هو انا عشان اجي اقول فايلر وحش يبقى الراجل ده يبقى في خمس ست مباريات الراجل عامل فيهم كوارث. انا مستعد اقول لك في الدوري كم مدرب عامل كوارث ومع ذلك بيتقال عليهم كويسين لحد النهارده. بتيجي على مدرب سلبياته قليله جدا. حتى فايلر كمان في ميزه، فايلر لما بيحب يجرب، فايلر من المدربين اللي بيحب يجرب، مره يجيب لك ايمن اشرف شمال، مره قلب دفاع، مره يجيب لك معلول ورا المهاجمين، مره يجيبوا لك جناح. بس الراجل ما بيكبرش، لو جه جرب وحط معلول جناح هجومي ما نجحتش الشوط الثاني على طول بيرجع الفرقه زي ما هي. الراجل ما بيكبرش. انت عندك مدربين على فكره دي حاجه ايجابيه، بقى دي ايجابيه جدا. البعض يقول لك ليه العك من الاول وبتبتدي بطريقه مش عارف ده الاثنين ايجابيه، انا بجرب الاول اشوف امكانيات لعبتي. الراجل لما جرب معلول في مباراه يشوفه جناح هجومي بيجرب، جايز اتزنق له في ماتش، جايز اتزنق في ماتش ومحتاج معلول جناح هجومي، وكان جايب احمد في نفس الماتش، جايب احمد فتحي باك شمال، وناس قالت لك ايه اللخبطه دي والعك زي ما انت بتقول. يا جماعه الراجل ده بيشوف امكانيات فرقته. الراجل لا، الكلام ده مش ماشي الشوط الاول، لا راح مرجع كل حاجه بتغييرين في الشوط الثاني، عدل الامور كلها. الراجل بس ما هو الراجل من حقه، الراجل جه يا جماعه ما عملش فتره اعداد، الراجل جه من الدار للنار، الراجل بالارقام اللي هو عاملها دي كلها، ما زال لحد دلوقتي بيجرب. صح. بالارقام اللي هو عاملها دي كلها، ده راجل انت تضرب له تعظيم سلام. لسه الاختبار الحقيقي الفايلر لسه ان شاء الله بعد ما تصعد من دور المجموعات هو ده الاختبار الحقيقي. وانا بكلمك وانا بكلمك ان انا عايز اصعد اول، وان شاء الله هصعد اول. ما ينفعش الاهلي، وبرده نفس الكلام في الزمالك، ما ينفعش اهلي وزمالك تتكلم على اكبر فرقتين في مصر واكبر فرقتين جوه القاره. ما ينفعش ان انت يبقى حلمنا ان احنا نقعد نتكلم هناك انا عايز نقطه عشان اصعد، وهنا انا بحسبها عشان لا، انت تحسبها ازاي تتصدر مش تحسبها ازاي تصعد. ده الوضع الطبيعي. مع كامل احترامي الفرق الثانيه اللي متصدره في المجموعات مش افضل منك. حاجه ثانيه برضو لفايلر، فايلر فين اللي بياخد العلامه الكامله جوه الدوري وما بياخدهاش في افريقيا؟ هات لي فريق واحد اللي اتكلم يعني اللي قال الجمله دي ولا اللي كتب العنوان ده في جورنان، هات لي فريق واحد يا بيه خد العلامه الكامله السنه دي. مفيش. قول لي فريق في مجموعات افريقيا. قول لي فريق في مجموعه. مفيش. طب انت مفيش فريق خدها، انت ليه عايز اصل الناس تيجي تقول له انت فايلر واخد العلامه الكامله في الدوري يقول لك مش واخدها ليه في افريقيا؟ طب ما مش واخدها ليه في افريقيا؟ في افريقيا المنافسات قويه ومفيش فريق تاني جوه القاره ولا سان داونز مع 10 بونت، الترجي 10 بونت، مازيمبي 10 بونت، كلهم اتكعبلوا، محدش خد العلامه الكامله من الاربع جولات اللي فاتت. المنافسه طبيعي في افريقيا بتبقى والمنافسه يعني. بتختلف. وانت حط ده كله، اقول لك على حاجه، حتى مع قوه المنافسين دول لو فايلر لعب ماتش بلاتينيوم كامل العدد كان كسب بمنتهى السهوله. فايلر غايب منه غيابات كفيله انها تهد اي فرقه تانية. لو فرقه تانية مصريه في منافسه افريقيه وغايب منها ثلاثه من اقوى العناصر بتوعها، الفرقه دي هتبقى كانها ما جاتش، انت مع ذلك الاهلي بيتعادل. انا مش بقول لك دي نتيجه حلوه وفرحان بيها، لا، نتيجه سيئه جدا، نتيجه سيئه جدا. وانا كنت عايز الاهلي يكسب هناك، والاهلي يقدر يكسب هناك، ولسه بقول لك الاهلي يوم الهلال لو كامل العدد باذن الله هيكسب الهلال هناك ان شاء الله باذن الله هيكسب الهلال. انا واثق من كلامي، واثق ان الاهلي معاه 6 بونت، فاسوأ الظروف هياخد 4. لكن اذا الامور مشيت مع فايلر هياخد الست بونت، وساعتها هيبقى متصدر مجموعته. نرجع بقى للنجم، النجم اللي جاي لنا. النجم اولا عنده مشكله كبيره. ايه هي؟ حراسه المرمى. تمام. حراسه المرمى عنده طبعا البديري غايب بالظبط، لانه مطرود ماتش الهلال. عنده الحارس الثالث مصاب، ده لسه عامل عمليه الراجل وراجع. وعنده كرير بس هو طيب. كرير ما هوش الحارس الاساسي اصلا. يعني هو اصلا مش الحارس الاساسي، هو لعب ماتش الاهلي اللي هناك، بس هو البديري هو الاساسي مش كرير. ثانيا التدريبات الاخيره للنجم جاريدو بيمرن المساكني، عشان لو حصلت ظروف يعني. تمام. كرير ما هوش من الحراس على فكره اللي عندها اخطاء كتير في العرضيات. يعني اعتقد ان فايلر هيبقى درس الكلام ده وفصصه كويس، وفصص السلبيه الثانيه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها برضو قبل ماتش الذهاب، ان النجم يعاب عليه البطء، دفاعه بطيء. بس دي يعني مش هتبقى ظاهر قوي في الماتش ده تحديدا، لان النجم انا اتوقع انه هيلعب بكثافه دفاعيه. النجم مش هيهاجمك
خدها مني، النجم مستحيل يهاجمك، النجم من المؤكد ان هو شاف هيحاول ما يستقبلش اهداف، بس ده الامن. النجم داخل المباراه بيقول لك ان انا داخل المباراه في جيبي بونت، عايز اطلع بالبونت ده باي شكل وباي ثمن، ده النجم وده تفكير جريده. وسيبك من الكلام اللي بيتكتب ان النجم جاي يهاجم والنجم جاي يكسب والنجم جاي، لا ولا هيحصل. بس ممكن نتفاجئ بكده على فكره، يعني الكره فيها المفاجآت. انا قلت لك قبل كده، انت ممكن تبقى بتلعب ماتش رايح 15 فرصه حاجات اللي هي بقى عرض وبتاع، وفريق يروح عليك فرصه يجيبها. بس ده في النهايه توفيق، ده بتاع ربنا، ده مش بتاعنا احنا. يعني انا قصدي ان ممكن تلاقي جريده بيلعب بشكل هجومي في المباراه اللي زي دي. لا ممكن يكون الراجل بيفكر يفاجئ الاهلي. لا انا بقول لك، هو لو فاجئ الاهلي يبقى بيلعب بالنار. جاريدو ما هوش من المدرب اللي هو ايه، لا جاريدو مدرب برضو ذكي، مدرب جاي جدا كويس طبعاً. والمدرب الذكي هو اللي بيبقى عارف امكانيات المنافس كويس قبل ما يعرف امكانيات فرقته. هو هيلاعب منافس، هو عارف ان هو قوي وعلى ارضه وهيهاجم ومحتاج يكسب، وفوق ده كله اسمه الاهلي ويهاجمه، صح هتبقى صعبه هيهاجمه طبعاً. لكن ممكن تبقى مفاجاه. بص ممكن يعملها مدرب، انا بقول لك لو في مدرب عايز يهاجم الاهلي من فرق افريقيا جوه ارض الاهلي، ده انا ما يعني ما اعتقدش ان هو مدرب قوي قوي، لان عشان يهاجم الاهلي جوه ارضه ده حاجه من الاثنين، ده لازم مثلا يبقى كلوب جاي لاعب الاهلي او حاجه، مدرب بقى حاجه خارقه ودي دماغه، او ان هو مدرب سوري في اللفظ مش دارس المنافس. تعال شوف الفرقه المصريه، انت انا بقول لك انت لعبت 12 فرقه. برضو كلمه ثانيه عايز ارد عليها، اللي بيقول لك الدوري ضعيف، دوري ضعيف ايه يا جماعه؟ هو انت بتقول له الدوري ضعيف ليه؟ يقول لك اصل ما فيش منافسه، القمه الاهلي لوحده وبعد كده الفرق بعديه. تعالى اللي بعد الاهلي بقى، فرق النقاط ما بينهم. لا لا ومش كده وبس، هل يجرؤ احد على وجه الكوكب يقول لك الدوري الانجليزي ضعيف؟ لا طبعا. طيب انا هنا مش بقارن دوريين، بس انا ببص للجدول، الجدولين متشابهين. صح. هو ذنب ليفربول ان هو فايق وبيكسب؟ ده ذنبه؟ تيجي تقول بقى طب ما نفس الكلام في مصر. هو ذنب الاهلي؟ هقول لك بقى، الناس اللي بتقول لك الدوري ضعيف دي كانت زمانها دلوقتي في اللحظه دي بتقول لك الدوري بتاعنا ده ملوش حل لو الاهلي خسر ماتشين وتعادل ماتش، يعني خسر له 7-8 بونت. ليه؟ كان زمانه دلوقتي ايه؟ كان دلوقتي 27-28 ومقاولين 29 والاتحاد 25 والزمالك 24، كان زمان عندك اربعه بينافسوا على القمه. كان زمانهم دلوقتي بيقول لك الله الدوري المصري ضرب، انت بتشايل الاهلي وزر فشل الاخرين. زي ما اتقال السنه اللي فاتت لما كان في منافسه قويه. السنه اللي فاتت كانت في منافسه ليه؟ عشان اقولها لك كانت في منافسه ليه؟ ونبقى صراحه ونبقى واضحين ونبقى منصفين، كان في منافسه عشان كان الاهلي هو اللي بيعطل نفسه مع لسارتي. الاهلي لو في وضعه الطبيعي اللي بيعمله فايلر دلوقتي هو ده الوضع الطبيعي. صح. انت الاهلي، انت المفروض من 12 ماتش يوم ما اقول لك انت تتكعبل تتكعبل ماتش. الراجل ما اتكعبلش، لكن انت يوم ما تتكعبل يبقى تتكعبل ماتش، لكن تتكعبل ماتشين او ثلاثه ده كتير على الاهلي. طيب فنيا بقى الاهلي يتعامل ازاي في مباراه النجم الساحلي؟ احنا اتكلمنا عن فنيا. فنيا انا اتوقع ان فايلر هيلعب بنفس السيستم بتاعه، بس هيدي اولويه للعامل البدني. يعني ايه هيدي اولويه للعامل البدني؟ يعني فايلر عارف ان في لعيبه عنده في الفرقه بدنيا اعلى من اللعيبه. يعني انا اتوقع بحاول اتخيل ثلاثي وسط الملعب، اتوقع ان هو هيلعب بديانج والسوليه الاثنين الماتش ده بدني، وكمان اتوقع كمان ان هو ممكن يدي السوليه، مش هيلعب الديفندر للدفاعي. لا السوليه هيلعب اللي هو مركز سته. هيلعب اللي هو الارتكاز الثاني اللي هو بوكس تو بوكس. لان السوليه الماتش اللي فات لما لعب في المركز ده السوليه ده عمل لك جونين. صح السوليه عمل لك الجونين. السوليه كمان عنده امتياز عالي جدا يخليه لعيب مميز مع فايلر. من افضل اللاعبين دلوقتي في الحقيقة. لا ده انا هقول لك دلوقتي السوليه وبكل حاجه، ده مش من افضل، ده افضل. ده مش من انا بقول لك يعني هنشيل كلمه من هنقول الكلام ده وهنقول بالارقام بتاعت الراجل على مستوى الدوري المصري وعلى مستوى دوري ابطال افريقيا. بس انا بقول لك توقعي ان هيلعب ديانج السوليه، والسوليه هو اللي هيبقى متحرر هجوميا. تمام. السوليه هو اللي هيتحرر هجوميا، لان عشان السوليه من نوعيه اللعيب ايه؟ قبل ما تتكلم على ارقامه ومجهوده هقول لك اللعيب اللي هو الهادي، اللعيب اللي هو بساطته زي ما بيقولوا نظيفه. صح. ما بيطلعش منه ميس باص، دي عنده حاجه قليله. حاجه قليله. السوليه من كل يعني هو نسبته في الميس باص 7%. يعني من كل 100 باصه بيطلع لك سبعه بس. سبعة بس هم اللي غلط. ده رقم كبير يا جماعة. ده طبعًا رقم طبعًا. ده رقم تقارن بيه لعيبة في دوريات بره، مش تقارن بيه لعيب في دوري مصري. والرقم ده ما فيش لعيب تاني في مصر ارتكاز وصل للرقم ده وقريب منه. صح. السولية تاني أعلى لعيب في مصر كلها قطعا للسكند بول. ده الشق الدفاعي، احنا كلمتك على التمريرات، ده شق هجومي بحت، ما فيش حد بيقرب من السولية فيه. تمام. ما فيش حد. السولية ملك الجزئية دي. السولية ملك البلاي ميكر الدفاعي اللي يصنع اللعب. صانع الألعاب المتأخر. انت بيبقى عندك صانع العاب التاني بيبقى يا قفشه يا وليد. بس في بعض الفترات مستر فايلر لعب بالسوليه وقدامه قفشه وليد. وانت مباراه زي دي انت محتاج ان انت يعني تهاجم. لا بس المهام بتختلف. هل ممكن يلعب كده فايلر؟ وربما، بس انا اعتقد ان ديانج هيبقى ليه دور. ما هو اصل انت ممكن السوليه ممكن يعمل لك دور قفشه، ممكن يعمل لك مش هيعمل دور وليد، لان وليد هو بيبقى لما بيكون قفشه ووليد مع بعض الاثنين بيلعبوا على الورق مركز سته، لكن في واحد فيهم بيبقى قدام واحد. تمام. بيبقى وليد هو اللي قدام. لان وليد امكانياته الهجوميه عاليه جدا. قفشه لاعب
بيجيد كل مراكز الوسط على فكره. فقفشه كمان حتى لو لعب ارتكاز دفاعي هيجيد، يعني لو لعب ارتكاز دفاعي هيجيد. فقفشه بيبقى عنده المرونه ان هو ممكن يلعب سته وممكن يلعب ارتكاز وممكن يلعب بلاي ميكر صريح. فقفشه عنده المرونه دي. وليد لا، وليد هو البلاي ميكر الهجومي، وليد هو البلاي ميكر اللي هو على طول بيخش يعمل المسانده ورا اجايه، ورا اليو باجي بقى ان شاء الله، ورا هنتكلم عن موضوع اليو باجي تمام. لكن انا اتوقع مع فرقه بدنيا عاليه، النجم اهم مميزاته انه بدني عالي. احنا لسه قلت لك السلبيه الكبيره اللي عندهم دفاع بطيء وحارس مرمى مش الاساسي اللي هيلعب، وحارس بيلعب عليه. بس انا بقول لك على الاقتراح ده ليه؟ لان هو هناك في النجم لعب كده. ايوه لعب، والراجل هاجمهم هناك وقفشه وليد، والراجل الراجل كان بادئ بخطه هجوميه، الراجل كان بادئ لولا الحكم بوظ له بوظ له القصه خالص. الراجل كان بادئ عليهم بطوفان، بادئ عليهم بطوفان، بادئ عليهم بثلاثه وراهم اثنين وراهم واحد مع جناحين طايرين، راجع عليهم باعصار هجومي صح. بس جه الحكم في الدقيقه 10 مش عاجبه الكلام ده، ازاي بيتهاجم راح طرد له واحد. فطرد يعني كان عجيب. لكن مع ذلك تستبعد ان هو يبتدي بوليد؟ ما هو ادوار ايه؟ هقول لك ليه؟ لا هقول لك ليه برضو. الادوار ايه؟ ما هو لما يبدا بالسوليه وديانج مش هيبدا بيهم اثنين ارتكاز كلاسيك، لا هيبدا بيهم واحد فيهم هيقوم بدور قفشه، واحد فيهم هيدور بدور قفشه، وقفشه هيبقى هو البلاي ميكر اللي مكان وليد، او وليد هو البلاي ميكر. وفي كل الاحوال عموما وليد هيكون له دور. وليد دايما اللعيب، لان فايلر بيديله مهام كتيره جدا، فبتحتاج مجهود بدني رهيب. فوليد باستمرار لو بدا المباراه مع فايلر بيتغير في الدقيقه 60 او بينزل الدقيقه 60 صح. بيقلب لك الدنيا. وليد بينزل يسجل او يصنع، لو بدا بيسجل او يصنع صح. فوليد بيعمل لك الفرق. فمع مدرب زي فايلر هو عارف كويس ان انا ما اقدرش اسيب وليد 90 دقيقه. ليه؟ القصه مش عشان وليد في مشكله، لا القصه عشان وليد بياخد مهام مزدوجه كتيرة. مهام مزدوجه ده دفاعيه وهجوميه. وليد في اوقات بيبقى يا جماعه حتى مش بلاي ميكر، وليد في اوقات بيبقى المهاجم الثاني. طيب المهاجم الثاني هو بيزيد ويجيب اجوان براسه ازاي؟ طيب تتوقع اليو باجي يبتدي هذه المباراه ولا هو ليه دور؟ ليه دور حته انه يبدا دي في ايد فايلر. وزي ما بقول لك فايلر مدرب صعب التوقع، صعب التوقع لانه كل مره بيعمل فينا احنا وفي المنافس لازم تركه ولا اتنين لازم. فصعب ده بيبقى ايجابي تشوف لا ده اولا بيديك اكتر امتياز. زي ما قلت لك في الاول انت كنت لسه بتتكلم فيها، بيدي المدرب ان هو يعرف امكانيات لعيبته كلها. هو انا هعرف معلول ممكن يصلح يلعب تحت راس الحربه ازاي لما اجربه؟ لما اجربه صح صح. انا هعرف ان انا شايفه باك شمال افضل باك جوه الكار. طب ما انا احطه في مكان تاني ما اشوف. الراجل ما كبرش، لا القصه مش نافعه، راح مرجعه تاني مكان. برضه احمد فتحي اتجرب في كام مركز مع فايلر؟ احمد فتحي ثلاث مراكز اربع مراكز ثلاث اربع مراكز اتجرب فيها مع فايلر. لعب نص ملعب وباك رايت وباك ليفت ومساك. طب ما هو ده اللي بيعمله فايلر. فايلر ساعات بيجيب لك مساك يحطه ارتكاز، بيروح يجيب لك صانع العاب يرجعه ارتكاز، بتولي لعبه هنا وهنا. الله ينور عليك. واجاد طبعا. اجايه جناح، لا انت سنتر فيرود، انت سنتر فيرود. عايز انزل ازارو قبل ما يمشي. بيبقى ازارو سنتر فيرود واجاي يرجع تحكي. جناح عايز اطلع وليد وانزل الكهرباء تعالى اجاي انت 10 في يعني تنوع ومرونه تكتيكيه في الحقيقه كبيره جدا. الراجل نفسه عند اللاعبين دي ميزه كبيره. ليه؟ انت بتبقى محكوم مثلا في المباراه بعدد لعيبه معين، لازم يبقى معاك على الاقل في الملعب وعلى الدكه ما لا يقل عن خمسه سته جواكر صح. يعني ايه جواكر؟ عشان ظروف الماتش. تصريحاته كلها كمان بتقول كده. هو تصريحات الراجل اللي ما هو الراجل كمان حتى لما الاصابات، هو الراجل كان ليه تصريح قال لك الاصابات موجوده في الاهلي لكن انا ما بقفش عندها كتير. مش اي مدرب يقول التصريح ده، ده اي مدرب يبقى عنده اصابه بيخرج يصوت يا جماعه فلان غايب والظروف والظروف. ده اي مدرب الراجل ده مش هيقول كده. قال هي دي فلسفته. فلسفته ليه؟ فلسفته ان هو بيبقى مجهز 100 جوكر 100 جوكر. هو عنده باك يمين غايب، طب انا امرن فلان وفلان وفلان يلعبوا في الحته دي. عندي اثنين المساكين فيهم ازمه، ما عنديش مشكله هجيب فتحي يلعب، وممكن يجيب كمان ممكن يجيب لك معلول. انا مش مستبعده في مره المرات يجرب لي معلول مساك. انا مش مستبعده ممكن. انا بقول لك مش مستبعدها، ممكن يجرب لي معلول ارتكاز. مش مستبعدها برضه والله، مش مستبعدها. اصل مع الراجل ده اصل ما لا ما هو برضه لما هيلعب مساك هيبقى ليه دور برضه هجومي. المساكين بتوع فايلر لهم ادوار هجوميه. ان المساكين بتوع فايلر بيتقدموا يلعبوا مكان الارتكاز على الدايره عشان يصنعوا اللعب. بمناسبه المساكين، رايك ايه في ياسر ابراهيم لما شارك الفتره الاخيره؟ ممتاز ممتاز ممتاز. انت كانت مشكلتك ايه؟ فايلر استلم الفرقه لقى نص المساكين مصابين وعندهم مشاكل، واللي اتفضل منهم اتصاب معاهم السوبر لما خرج قلبين الدفاع بتوعك. فايلر لسه قايم الاصابات ترجع، الاصابات اللي كانت عنده وغايبه فتره طويله ترجع. طيب فعشان كده فايلر ما زال بيجرب. وان كان لو فرقته كامله هو خلاص شبه مستقر على ربيعه وايمن اشرف. هم دول اللي اقرب لفكره. ليه؟ اللي هيلعب الماتش الجاي مين جنب ربيعه؟ ايمن ولا اعتقد ايمن.
أيمن. اعتقد ايمن اعتقد ايمن لان هو عايز برضو لعيب سريع بالاضافه برضو. اتوقع معايا التشكيل بسرعه كده، انت جاي متاخر والحلقه يا رب تخلص، احنا عندنا كلام كتير. التشكيل لا في مراكز لا خلاف عليها طبعا، انت مش هتتكلم فيها يعني. الشناوي تمام، الشناوي قلبين الدفاع قلناهم. اعتقد يمين افضليه الفتحي، فتحي ما اي ماتش محتاج خبره اعتقد الافضليه الفتحي. الشمال ما لا ما معلوم. معروف ده بقى افضل لعيب جوه في مركزه. ما زلت متوقع سوليا ديانج تمام قدامهم. قفشه اوليد يعني، وعموما لو ما بداش بقفشه هيبقى ليه دور العكس يعني، لو بدا بوليد قفشه هينزل، لو بدا بقفشه وليد هينزل. تمام المثلث بقى الهجومي هو ده بقى اللي هيبقى فيه الشغل كله من مستر فايلر. الشحات لا، ما هو الشحات ما فيش كلام. تمام الشحات ما فيش كلام. بص انت عندك اليو بادجي بقى او مروان، ده اللي اعتقد يعني. اعتقد متفق معايا اعتقد ولا؟ اعتقد سريعا اليو بادجي اجاي اعتقد. اليو بادجي اجاي، وان كان برضو ما زلت انا بخاف من فايلر لان ما فيش مره بنتوقع له وبيطلع توقعنا صح. طبعا لا لازم فايلر يعني، انا لما بفكر 11 بتوع الاهلي لازم لازم فايلر يطلع يضربني في لعيب او اثنين. سريعا تعقيبك على مجموعه مصر في تصفيات كاس العالم. اعتقد انها مجموعه في المتناول. في المتناول، في المتناول. هو ما فيش حاجه دلوقتي سهله، ما فيش حاجه اسمها ضعيفه. احنا لسه بنتكلم في افريقيا، حتى بلاتينيوم اللي هو واخد نقطه ما قلناش عليه فريق ضعيف صح. ما قلناش انت اقوى منه كاهلي، نجم اقوى منه لكن مش ضعيف. نفس الكلام المنتخبات اللي معاك ما هياش ضعيفه، لكن منتخبات انت اعلى منها، انت اقوى منها، انت تقدر تصعد. وكمان يا جماعه ده دي مش المرحله النهائيه، ده انت لسه عندك بعد كده المرحله النهائيه، هي دي اللي نتكلم فيها وتخاف. طبعا. لان انت ساعتها هتلعب بقى واحد اول مجموعه ذهب وإياب. بس مثلا انا عشان شكل المنتخب الفتره اللي فاتت، لا القصه هتتحسن. وهقول لك على حاجه ثانيه، كابتن حسام البدري الفتره الجايه انا اتوقع انا لو يعني لو مكانه، انا شايف ان انت اختياراتك ما تركزش يا كابتن مع اعلام، ما تركزش مع نقاد. ما ينفعش، اصل حصل قبل كده كابتن حسام لما اختار 10 لعيبه من الاهلي طلعت الناس تعلله الشماعه وتحطها بالميزان. ده خد 10 اهلي وخمسه زمالك وخمسه بيراميدز. لا يا جماعه القصه مش كده، القصه ده اسمه منتخب مصر صح. ان شاء الله يا رب المدرب يبقى شايف اخدهم كله من فرقه واحده صح. هو ده منتخب مصر. الكابتن حسن شحاته لما كان بيبقى فيه تسعه معاه في الملعب وثمانيه اساسيين من فريق واحد اللي هو الاهلي، كان حد بيتكلم لا خدنا ثلاثه افريقيا صح. وكان الاهلي بالتزامن دايس على كل فرق القاره. نفس الكلام دلوقتي، انا اتوقع، انا شايف كمنتخب مصر لو عندي ماتش قريب انا شايف ان انا هاخد من قلب من 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 طبعا محمد الشناوي حارس مرمى، من قلب الدفاع احمد حجازي، من وسط الملعب طارق حامد، تريزيجيه صلاح، واحط عليهم ست اهلي. انا شايف كده تمام. اكيد نتمنى كل التوفيق للكابتن حسام البدري ان شاء الله خلال الفتره الجايه، وكل التوفيق طبعا لمستر فايلر والنادي الاهلي خلال المباراه القادمه. وليد نورتنا وشرفتنا يعني، كنا عايزين وقت اكتر من كده. انا مبسوط ان انا معاك، بس الطريق بقى الطريق عملها معانا تتعوض باذن الله تعالى. استاذ وليد زينهم الناقد الرياضي بروزا يوسف كان ضيفنا العزيز في حلقه كلام في الميديا النهارده. استنونا حلقه بكره مهمه جدا في ختام الاسبوع واخر استعدادات الفريق للمواجهه المقبله امام النجم الساحلي. استنونا بكره ان شاء الله، الى اللقاء.